السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم زملكاوي على قناة نادي الزمالك. النهاردة ضيوفي في الحلقة، في طبعا الجزء الأول هيكون ماهر جنينة، وإطلالة جديدة على كل ما هو جديد في القارة السمراء وبعض الدوريات العربية وتنظيم البطولات وحاجات حصريات، هتكون مع ماهر جنينة في الجزء الأول بإذن الله. والجزء الثاني زي ما تعودنا بشكل القناة الجديد وعودة النقاد الرياضيين الكبار، هيكون معايا في فقرة النقد الرياضي الأستاذ الكبير والكاتب الصحفي الأستاذ محمد رجب، وأيضا هيكون متواجد معاه طبعا الأستاذ إيهاب الفولي الناقد الرياضي الكبير طبعا المصري اليوم، وأيضا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عمر الأيوبي باليوم السابع، هيكونوا ضيوفي في حلقة النهاردة. النهاردة يا جماعة عندنا حاجات قوي نتكلم فيها. احنا عايزين نتكلم على اتحاد كرة السلة، هنتكلم على اتحاد كرة القدم، هنتكلم على اتحاد الكرة الطائرة، هنتكلم على شيكابالا وبرضو المقارنات اللي بتحصل مع شيكابالا. شيكابالا يا جماعة جاب الجون كأن السوشيال ميديا اتقلبت انه ازاي يجيب الجون وازاي يعلق التيشيرت، هو جاب كام جون ده غيره جاب الاجوان دي في ماتش واحد وكلام من هذا القبيل. هو دايما بيبقى في محاوله للتقليل دايما من شيكابالا، والحقيقه يا جماعه ان شيكابالا مزعل ناس كتير، وشيكابالا ايضا ربنا بيكرمه، كل ما بيتشتم او حد بيتكلم عليه بطريقه عنصريه ربنا بيكرمه، ربنا بيكرمه بمعنى كلمه بيكرمه. كمان هنتكلم على الشخص الشتام واللعان اللي للأسف عنده صور كتيرة مع مجلس إدارة النادي الأهلي، ولابد من وجهة نظري أن يكون هناك موقف ضد هذا الرجل من مجلس إدارة النادي الأهلي قبل ما يكون هناك موقف من شيكابالا أو من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور. ما ينفعش شخص شتام ولعان ومتنمر وعنصري ويتصور مع مجلس إدارة النادي الأهلي يا جماعة، يعني بيتصور ومش بيتصور يعني كمعجب، لا بيتصور وبيتواجد في النادي وما بيبقى موجود، من بيراجع من الكويت على طول متواجد في النادي ويعني وعلى علاقة بمجلس إدارة النادي الأهلي يا جماعة. ما ينفعش، لازم يكون في موقف، من حتى لو كان مجرد واحد بيتصور لازم يكون في موقف ضد هذا الشخص، وده اللي حصل. واقول لكم ايه القصه والحكايه، طبعا هيكون معايا فيديو بعد شويه للمستشار مرتضى منصور بيحكي قصه هذا الرجل، وايضا ايه الموقف اللي اتخذه نادي الزمالك بعد ما وكل المستشار مرتضى منصور شيكابالا في هذه القضيه اللي متكرره، لان قبل كده هذا الشخص كان هيتم ترحيله من الكويت ولكن تقدم باعتذار رسمي صوت وصوره وجعل نادي الزمالك يسامحه عشان اكل عيشه وحياته هناك، لكن للأسف اللي فيه طبع ما بيتغيرش، وبعد اعتذاره بيتطاول مرة أخرى وبيتنمر وبكلام عنصري هيجازى عليه قانونيا. وتم التواصل هناك مع الناس في الكويت، هقول لكم القصة والحكاية بعد شوية، وهيكون معانا الفيديو بتاع المستشار مرتضى منصور. كمان هكلمكم على برضو تجديد بعض اللاعبين، هكلمكم ايضا على قائمة نادي الزمالك واللي تم اعلانها النهاردة، واللي بتشهد ايضا غياب 8 لعيبة، بل كمان في 2 لعيبة من اللي كانوا موجودين في ماتش النادي الاهلي في المباراة اللي فاتت خرجوا من التشكيل، محمد عبد الشافي بعد طبعا معاودته لإصابة أو كدمة قوية في الركبة، وأيضا محمد عبد الغني اللي تحامل على نفسه في المباراة اللي فاتت ولكن الكاحل أو أنكر رجله زاد تورم، وهو من اللعيبة الرجالة اللي طبعا بنعمل لهم كل احترام، لأن دايما بنقدر اللاعب اللي بيتحامل على نفسه من أجل ناديه ومن أجل جمهور ناديه. كمان عندنا أخبار مهمة كتيرة جدا يا جماعة وتفاصيل، وعايز أقول لكم كمان إن نادي الزمالك يعتبر أكتر نادي في العالم، أكتر نادي في العالم طلع لعيبة ولاد لعيبة ولاد لعيبة يا ابن اللعيبة، هتعرفوا إيه القصة والحكاية، وقرايب وإخوات يعني ناس كتيرة جدا وتألقوا ولعبوا المنتخبات، هنعرف القصة دي لأن نادي الزمالك بينفرد بهذه القصة على مستوى العالم، لم يحدث هذا الكم من اللاعبين الأب والابن بيلعبوا لنفس النادي وبيتألقوا بصورة لافتة للنظر، والأخ وأخوه يعني والقرايب يعني وكلهم متألقين زي ما بيقولوا كده يعني أولاد العاملين، بس في نادي الزمالك
اولاد العاملين شطار، اولاد العاملين متميزين، اولاد العاملين بيلعبوا للمنتخبات. الواسطه ما بتخشش في الكوره، قد تخش في بعض الاحيان في قطاع الناشئين والشباب، لكن تكمله المشوار والتالق والوصول لمنتخب مصر ده عايز عزيمه واراده، مش عايز ابويا كان لعيب كوره. نطلع الفاصل ونبتدي حلقتنا واخبارنا وتفاصيل حلقتنا، وعندنا كلام مهم جدا، يا ريت ما تروحوش في اي حته وتسمعوا هذا الكلام، لانه دايما قناه نادي الزمالك هتكون عندها اخبار نادي الزمالك وحصريات نادي الزمالك اللي محدش بيقولها بصدق الا عندنا في زملكاوي. يلا بينا. ورجعنا لكم مرة أخرى. تعالوا بقى نبتدي أخبارنا كده سريعا. طبعا جمهور الزمالك عايز يطمن على الفرقة، بكرة احنا عندنا مباراة، المباراة هتكون بدري شوية، وده اللي أنا قلته لكم يا جماعة المرة اللي فاتت. أنا مش عارف ليه المباراة بدري بصراحة، يعني لأن يعني الزمالك هيلعب مع البنك الأهلي، والأهلي هيلعب مع غزل المحلة. غزل المحلة جاي من الغربية، فدايما الفرق اللي بتيجي من بره لو في ماتش في نفس اليوم الزمالك والاهلي بيبقى الفرقه اللي جايه من بره هي اللي تلعب بدري. يعني الاهلي يلعب مع غزل المحله الساعه 7 عشان يخلصوا الساعه 9، عشان غزل المحله بيرجعوا بالاتوبيس للغربيه بعد الماتش، والزمالك والبنك الاهلي الاثنين من القاهره، فيلعبوا الساعه 9 يخلصوا الساعه 11 بيروحوا بيوتهم في القاهره. لكن حاجه غريبه ان الماتش الزمالك هو الاول وماتش الاهلي هو اللي متاخر، معرفش ليه. بس المهم في النهايه الزمالك عنده ماتش بكره. دايما انتوا عارفين انا ببقى صادق معاكم في كل حاجه. الراجل استبعد النهارده محمد الشناوي ومحمد عبد الغني من القايمه اللي كانت متواجده في مباراه النادي الاهلي، ودخل مكانهم سيف الجزيري، ودخل مكانه رزاق سيسيه. طبعا سيف الجزيري ورزاق سيسيه غير محمد عبد الشافي وعبد الغني، الاثنين في الدفاع واثنين التانيين في المنطقه الهجوميه، تمام. وبالتالي الزمالك عنده مشكله، لانه كمان ما رجعش محمود علاء. محمود علاء الايقاف اتشال من عليه، ولكن مازال مصاب من ايام ما كان موجود في المنتخب مع في كوريا يعني. وبالتالي الزمالك بكره ما عندوش دفاع، غير الزمالك بيلعب بطريقتين. طريقة انه يلعب بثلاث سردباكات، بيبقى منهم سردباك يعني زي عبد الشافي كده، خلقنا ليه المكان يعني. وفي بطريقة تانية اللي هي بطريقة 4-2-3-1. الزمالك ممكن بكرة يغير الطريقة بسبب النقص الدفاعي الشديد اللي بيعاني منه نادي الزمالك، خصوصا كمان ان فتوح ما دخلش. والحقيقة ان فتوح الراجل مش راضي عنه، يعني مش شايفه مركز قوي. بعد إصابة كورونا كان ريحه قبل كده عشان يروح المنتخب وهو فايق، رجع مش عمل حادثة بسيطة بعد يعني، مش الراجل مش حاسس ان فتوح مش مركز قوي، فتم استبعاد فتوح. والراجل شايف ان عبد الله جمعة فايق الفترة دي، يعني فايق الفترة دي هو عبد الشافي على فتوح، ولكن يبقى فتوح لعيب كبير يعني، لكن هو بيتم استبعاده بسبب عدم الرضا التام من قبل مستر فيريرا. ومستر فيريرا عنده حتة العدل دي نمرة واحد، يعني العدل نمرة واحد، لازم يكون اللعيب مركز ولازم بيأدي في التمرين زي ما بيأدي في الماتش عشان يكون متواجد في القايمة، وعشان كده ما بيفرقش معاه الأسامي يعني. فنيجي بكرة الزمالك هيلعب بمين بكرة يا جماعة؟ الزمالك عنده محمد طارق، ده لاعب بي بي يعني كان بيلعب باك رايت، وهو اساسا في قطاع الناشئين مواليد 2001 بيلعب سردباك طول عمره. هو لعيب سردباك قصير شويه، لكن سردباك سريع يعني اسرع من حسام عبد المجيد، بس حسام عبد المجيد سردباك طويل بيلعب بدماغه افضل، تمام. فبكره لو مستر فيريرا قرر انه يلعب بثلاثه ورا، فهيكون الحل الوحيد انه يلعب ب طبعا محمد طارق، حسام عبد المجيد والونش. محمد طارق وحسام عبد المجيد والونش، وهيلعب زي ما هو بسيد نيمار، وناحيه الشمال هيلعب بيه عبد الله جمعه زي ما هو ايضا. نص الملعب محمد اشرف، رؤى، امام عاشور، قدام اشرف بن شرقي،
على اليمين هيكون احمد السيد زيزو، في هيكون طبعا في عمر السعيد الاقرب، برضو الراجل مقتنع انه لازم يبدا بعمر السعيد، ممكن سيف الجزيري يكون بديل. وفي حته بقى صانع الالعاب وكده اربعه، صح مش هيبقى كده، هو ده التشكيل. طيب افرض ما لعبش غير باربعه 2-3-1، يعني هيطلع طارق، محمد طارق ما يلعبش بيه، ممكن بقى ساعتها يبتدي باوباما او يبتدي بشيكابالا، يعني ممكن يبتدي بشيكابالا في مركز صانع الالعاب او يبتدي باوباما. لو عايز يفكر في فكره كده مجنونه شويه، انه اللاعب عبد الشافي كانه سيرد باك ثالث وبيزيد ولعيب كوره وبتاع، ممكن اسلام جابر يعمل له الحته دي، يعني ممكن اسلام جابر يلعب في الحته دي لانه لعيب كوره يقدر، لان هو مش مساك في النهايه، يعني هو لما يكون في راس حربه لمثلا فادي فريد ولا اسامه فيصل ولا ناصر منسي، لو في واحد فيهم هيلعب هيبقى اللي هيمسكه الونش او حسام عبد المجيد، واللي يقدر يزيد ويلعب في الحته دي ويزيد كلاعب كوره ويبتدي هجمه هو اسلام جابر. فده ملامح التشكيل اللي ممكن يلعب بيها بكره في ظل النقص العددي اللي بيعاني منه نادي الزمالك. طب النقص العددي وصل لايه بقى؟ وصل لان ابو جبل وطارق حامد، وعلى فكره بمناسبه ابو جبل وطارق حامد بكره هيتم التحقيق معاهم فيما نسب اليهم، ومن حقهم ان هم يدافعوا عن نفسهم ويثبتوا ان هم يعني براءتهم من فكره عدم الاهتمام بالمباراه وعدم الوصول في الميعاد المحدد وعدم او ادعاء الاصابه كما قيل يعني، فبكره هيتم التحقيق معاهم. وبالتالي احنا عندنا حازم امام مازال مصاب، حمزه المسلوسي مازال مصاب، محمود علاء مازال مصاب، محمد عبد الشافي أصيب، محمد عبد الغني الإصابة اشتدت عليه، ومعندنا كمان طارق حامد مش موجود، وعندنا أيضا محمد أبو جبل مش موجود، وعندنا فتوح اللي بيعمل تدريبات تأهيلية بعد كورونا وكده، وعدم رضا وعدم رضا طبعا مستر فيريرا عنه يعني. وبالتالي بكره ممكن قطاع الشباب يزيد، يعني احنا بنتكلم سيف فاروق جعفر، حسام عبد المجيد، سيد نيمار هيبتدي ناحيه اليمين بكره، يوسف اسامه نبيه ومحمد طارق، هيبقى فيه خمسه، وممكن الخمسه يلعبوا، يعني ممكن تلاقي مثلا 2-3 بيلعبوا اساسيين او 2 بيلعبوا اساسيين وثلاثه ينزلوا، هو التارجت بتاع الراجل كده بيفكر كده، ما عندوش خوف وعايز يدي ثقه لهؤلاء اللاعبين لان هيكملوا معانا. وفي لعيبه قد نفاجئ ان هم بعد اسبوعين ثلاثه سابوا الفرقه ومشوا، ونخش بقى في خلاف قانوني وقصه وحكايه وروايه. وانا قلت لكم مره واثنين وثلاثه، انا بحب دايما اكون صريح معاكم، اشرف بن شرقي ملتزم، لكن النسبه الاكبر ان اشرف بن شرقي مش هيكمل في مصر، وهو يمكن كمان بيقول للعيبه كده، لو لعبت في مصر غير للزمالك يا عم يبقى لكم كلام، يعني انا وانا رحت نادي تاني زي ما قيل عن الاهلي وبيراميدز يبقى اعملوا معايا اللي انتم عايزينه. لكن هو تفكيره ان هو عنده تارجت انه يخرج بره مصر في احدى الدول، ده تفكيره، ولو فكر انه يبقى في مصر فمؤكد انه هيفضل في نادي الزمالك وهيبقى في نادي الزمالك، لكن النسبه الاكبر حتى الان هو سفره لإحدى الدول الخليجية، ده النسبة الأكبر حتى الآن. نروح ل ده الشكل العام زي ما قلت لكم، ونروح للمستشار مرتضى اللي أنا قلت لكم امبارح، وده وابتدت الناس تتكلم عن الموضوع ده النهارده، كنا أول ناس نقوله إن المستشار مرتضى إدى العضوية العاملة للعيبة الزمالك، مش كلهم على فكرة. في لعيبة مش هتجدد، في لعيبة خلاص، هو والقصة مش عشان الزمالك عمل ماتش حلو قدام الأهلي، بالعكس ده احنا زعلانين، ده احنا حزانة على كمية عدم التوفيق اللي بتقابل نادي الزمالك، وده اللي أنا قلته لكم، كمية عدم توفيق غير طبيعي. احنا بنتكلم في نهاية أفريقيا، زيزو عمل كل حاجة في الكورة وشاط الكورة ولا أحلى ولا أروع ولا أجمل، فالكورة تخبط في العارضة وترجع،
تمام؟ غيرك تلاقي مثلا اليو دانج بيشوط بتخبط في واحد من الزمالك، تطلع تخبط في العارضه، ترجع تخبط في ابو جبل، تروح داخله جون. يعني حاجات كده مع عدم توفيق. الماتش اللي فات امام عاشور حطها كما يقول الكتاب، جت في العارضه. يعني ما فيش توفيق، غيرنا في توفيق، فخلاص دي كوره، لكن اللعيبه عملت اللي عليها. فالقصه من اعطاء لعيبه الزمالك معظمهم يعني، واللي مكملين واللي جددوا، هي العضويه العاميه. ليه؟ عشان احسس اللاعب بالانتماء لهذا النادي، وحسس اللاعب ان عضويه النادي العامله دي هتفضل معاه ومع اولاده الى ما لا نهايه، الى مدى الحياه. يعني خلاص هو عضو في نادي الزمالك، غير ان هو لاعب في نادي الزمالك. فده كان الغرض من اعطاء معظم او الاكثريه من لعيبه الزمالك العضويه العامله لنادي الزمالك. وده اللي عايز اوريه لكم. كمان بقى نروح لخبر اخر، وهو شيكابالا. بصوا يا جماعه، السوشيال ميديا بقت شيء مهم جدا في حياتنا، والسوشيال ميديا للاسف بتحرك جزء كبير من الاعلام، وبتحرك جزء كبير من الاعلام والاعلاميين اللي هم بيشوفوا كل حاجه قدامهم، بيشوفوا انطباع الناس وانطباع المشجع، ويبتدوا يتكلموا من هذا المنطلق. وهنا بقى اللي انا عايز اقوله، ان انا ما بقول كلمه، انا بتكلم بمنتهى الصدق ودون رياء ولا اي شيء خالص. انا بقول اللي انا بحسه كلاعب كوره. فما اجي اقول يا جماعه ان نادي الزمالك اما احرز اهدافه في المباراه اللي فاتت، فهي اهداف ملعوبه ملعوبه. اما اهداف اللي دخلت مرمانا، فهي اهداف من اخطاء واضحه، ومش من هجمه واعده. يعني ال 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 الاخطاء وارده في الكوره يعني. وده اللي هو يا ريت لو تجيبوا لنا الاجوان يا جماعه من بدايتها كده، عشان اما باجي اقول هذا الكلام فبتتاخد ايه الكلام اللي انت بتقوله ده، طب ما هو يعني ايه هجمه وما اعرفش ايه. انا بتكلم ان الهدف الزمالك الاولاني كوره جايه من ورا، بتروح لعبد الله جمعه، عبد الله جمعه بيديها ليوسف اسامه نبيه، يوسف اسامه نبيه بياخد الكوره ويروح واحد على واحد، ويرقص رامي ربيعه ويلعبها بالعرض، ويكون مكمل في اللعبه اتنين لعيبه او اكتر من نادي الزمالك. فالكوره يخطئ فيها علي معلول، بقى عايز يوقفها، بتعدي من تحت رجله، بتلاقي شيكابالا بيحطها جوه الجون. دي كوره ملعوبه، يعني كوره ملعوبه، هجمه واعده، دي تسمى هجمه واعده. تعال نشوف بقى هدف رامي ربيع اللي هو بصاها لمحمد الشريف. يعني ولا بقى ولا في لعب من ورا لمحمد الشريف، وعبد الغني اخطا فيها. يعني في لعب من ورا ولا في لعب من ورا ولا حاجه، واحد هو واحد بيلعب على، يروح شايط الكره قدام، حطها بصوره سيئه. لولا ان عبد الغني، يعني كان ممكن عبد الغني يعملها كده، كان ممكن حتى لو سابها. يعني في النهايه حصل ان خطا ادى الى هدف، مش هجمه واعده. نشوف كده الهدف يا ريت. تمام. غير بقى كمان، تعالوا نروح لهدف نادي الزمالك الاولاني. هدف نادي الزمالك الاولاني، الكره بتتباصى، بيروح شيكابالا، بتروح لزيزو، زيزو بيرقص واحد واثنين وثلاثه ويلعبها بكعبه، هتروح ناحيه الكورنر. فاذا هي خطا ادى الى هدف. فانا لما اجي اقول ان اهداف الزمالك ملعوبه، ده بناء على الصوره اللي حضرتك بتشوفها. لكن حضرتك هتقعد تعمل فيها ابو العريف ولعيب كوره، انا بتكلم بما يرضي الله. تعال نروح للاهداف الثانيه، تعال نشوف، هات لي هدف الزمالك او هات لي هدف النادي الاهلي. تمام، ادي هدف ملعوب، هدف باصه من شيكابالا لزيزو، زيزو بيخش اللعيبه، بيديها بكعبه، الاثنين داخلين جوه ال 18، شيكابالا بيبص، بيلعبها اوفر 10 على 10، بيحطها، هاتولي من كذا زاويه كره اشرف بن شرقي، ويحطها جوه الجون على شمال الحارس خالص. حمد الشناوي بيروح يمين والكره بتتحط شمال، هو بيحط رجله يمين، كانت الكره عكس اتجاهه. خلاص، ادي هدف ملعوب. نروح بقى لهدف النادي الاهلي، كره فاول اساسا، وكان قبليها محمد عواد واقع ومتعور، والحكم قال له العب وانا بحذرك وبتاع، وقام الكره اتلعبت فاول،
راحت متباصه لطاهر محمد طاهر، دخل بشماله بيلعبها بالعرض قصيره جدا، راحت جايه في دماغ حسام عم جه دماغه وراحت راحه على العارضه البعيده. فما بنيجي نقول طب تعالى كمان هتقولي انفراد اللي صده محمد عواد، انفراد اللي صد، عشان نتكلم برضو على الفرص اللي جت للفرقتين. ايه اهم فرصه جت للنادي الاهلي بعد الهدف الاولاني؟ جاله انفراد لقفشه، انفراد لقفشه ده محمد هاني بيشوط اي كلام، راحت خبطه في واحد من لعيبه الزمالك، راحت راحه لقفشه انفراد، يعني بيعمل كده، راحت خبطه في واحد من لعيبه الزمالك، راحت راحه انفراد لقفشه حطها جون، عواد نزل صدها على شماله. يعني حتى الفرصه الحقيقيه للنادي الاهلي ولا من هجمه ولا اي حاجه، كوره شوطه عشوائيه خبطت. ادي الكوره اهي، نروح بقى لكوره عاشور، محمد عاشور، امام عاشور، تمام؟ كوره برضو الكوره بتروح من سيف فاروق جعفر، باصة 10 على 10، فما حدش بقى يزايد، احنا بنتكلم كوره، واحنا جبنا لكم من الهجمات من اولها لاخرها ادت الى اهداف لنادي الزمالك. حتى الفرص اللي اتيحت لنادي الزمالك كانت فرص حقيقيه، بجانب ان كان هناك ضرب الجزاء حقيقيه. كابتن عصام عبد الفتاح اكد ان في ضرب الجزاء، كابتن رضا البلتاجي اكد ان في ضرب الجزاء، كابتن ياسر عبد الرؤوف اللي الاهلاويه بيثقوا فيه زي الزملكاويه وبيقول لك شوف الراجل بيقول الحق في قناه الزمالك وبتاع، او ياسر عبد الرؤوف قال الحق على ما اتذكر، كانت كره الميكي سوني نفسها، وابتدى تقول لا ده ضربه جزاء، يعني باينه حتى هو لبسه لضربه جزاء، بس هي ضربه جزاء مش عارف ايه. كانت كره ميكسوني ناحيه اليمين برضو بيرقص كده وبتاع، تيت ضربه جزاء، ده الحكم المصري في ذاك الوقت. طيب ادي برضو الكلام اللي انا كنت بقوله لكم على الموضوع دوت. طيب نروح لحاجه تانية كمان يا جماعه، حاجه غريبه جدا، وده انا عايز اعرف يعني يا جماعه هو نادي الزمالك ده يعني انتوا ليه بتعملوا كده؟ يعني السنه اللي فاتت، وده بقى اتمنى من مجلس اداره اتحاد كره السله يطلع لي بيان ويفهمني انا ويفهم جمهور الزمالك العظيم ليه كده؟ عشان ايه؟ اما اجي انا السنه اللي فاتت الزمالك هو بطل الدوري، تمام يا جماعه؟ الزمالك ايه؟ بطل الدوري، تمام؟ والزمالك كان قدامه بطولتين عايز يخشهم، بطوله منهم بتتلعب في اسبوع وبطوله منهم بتتلعب في اسبوع، يعني مش بطوله عربيه مثلا زي الكوره تقعد تتلعب في سنه كامله ورايح جاي وسفر وبتاع، وبطوله افريقيا سفر بعيد، تروح تنزانيا، تروح كينيا، تروح جنوب افريقيا، تروح المغرب، تروح الجزائر، تروح تونس، لا ده هي بطوله في اسبوع، بطوله في اسبوع خلاص خلصت. قال لك اتحاد كره السله بعت جواب للزمالك السنه اللي فاتت، قال له يعني بص الجواب اهو، بص الجواب بتاع نادي الزمالك السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت، اوكي؟ فقعد يقول لك ايه مثلا، يعني بعد التحيه بقى والكلام الجميل وما اعرفش ايه والكلام دوت، يسعدني ان ابعث لسيادتكم مش عارف ايه بالتمنيات الاتحاد المصري لكره السله مع تحيات وتمش شخصيه وش ايه، يرجى التكرم بموافقه سيادتكم على المشاركه في احدى البطولتين، البطولة العربية للأندية الرجال أو البطولة الأفريقية للأندية الرجال، وذلك خلال 72 ساعة عشان ناخذ الإجراءات الإدارية. ده مين؟ وإمضاء الأستاذ مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة، تمام؟ ده اتحاد كرة السلة السنة اللي فاتت. إذ نفوجأ السنة دي إن نفس الاتحاد ونفس الأشخاص قال لك الاهلي هيلعب في البطوله العربيه والاهلي هيلعب في البطوله الافريقيه. طب يا جماعه هو انتوا عاملين سيستم ولا الزمالك بيضايقكم؟ يعني انا عايز افهم ليه السنه اللي فاتت بتخيروا الزمالك بين بطولتين رغم ان البطوله اسبوع واسبوع، وليه السنه دي نفس القصه تقولوا للاهلي اتفضل العب في البطوله الافريقيه، اتفضل العب في البطوله العربيه، زي السنه اللي فاتت الزمالك بطل الدوري حرموه من لعيبه جدد الا ب 3 و4 مليون، وقال لك ده نظام واحنا عاملينه من بدري، وقعد الاستاذ مجدي ابو فريخه يخش فيا انا شخصيا شمال وبتاع ويتكلم عليا بطريقه مش كويسه وما اعرفش ايه عشان بدافع عن نادي الزمالك. انا منتظر بقى الاستاذ مجدي ابو فريخه واتحاد كره السله يفهمنا ايه اللي حصل. على العموم معايا على التليفون الاستاذ احمد مرتضى منصور، عضو مجلس اداره نادي الزمالك ورئيس قناه نادي الزمالك من قبل مجلس الاداره، وايضا
طبعا المشرف العام على ألعاب الصالات أو المسؤول عن كل التعاقدات الجديدة لألعاب الصالات المختلفة، وكان ليه دور مهم جدا في فوز الزمالك هذا الموسم بكرة الطايرة بعد من سنة 89 ما خدناش دوري وكاس في موسم واحد، بفضل طبعا التعاقدات الرائعة اللي كان مسؤول عنها أحمد مرتضى منصور. يا أستاذ أحمد ازيك؟ كابتن خالد ازيك؟ أخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. تمام. عايز ابارك لك بس الاول، النهارده رضا هيكل بيجدد، عمر بكار بيجدد، اعتقد اكرم يسري بيجدد، كيجو بيجدد، رضا هيكل، يعني بسم الله ما شاء الله. اتفضل. لا يعني التجديدات النهارده يمكن كابتن رضا هيكل وكابتن فلفل، وامبارح كان كابتن بكار وكابتن اكرم اكرم يسري. يسري. فلفل جدد النهارده كمان؟ اه جدد طب والله كويس. نص ساعة ده حاجة حصرية بقى. تمام. فأعتقد كده فاضل لي تقريبا، يعني أنا لغاية دلوقتي ماضي مع 42 لعيب في الثلاث ألعاب، رجال وسيدات، تجديدات وتعاقدات جديدة، تمام. ويمكن ده عدد كبير قوي يعني. طبعا. يعني أنا ما جيت لقيتهم هنا بيمضوا سنة، كل سنة بسنة، ف يعني مضيت بقى 3 سنين يعني وهما لعيبة اليد والحاجات دي كلهم 3 سنين. 3 سنين. لان كان فعلا كل سنة تخلص يروحوا الموضوع نلاقي 5 6 لعيبة ماشيين. بالظبط. اه وال يعني ان شاء الله، يعني في مجمل الالعاب الصالات ان شاء الله السنه الجايه تكون مستوى افضل. يمكن فاضل لي محترف في كره اليد اه وفاضل محترف في كره السله. اه يعني ان شاء الله بس كده ده اللي فاضل دلوقتي، محترف كرة يد ومحترف كرة سلة، صح كده؟ بالظبط. وقريب يعني ولا؟ ان شاء الله. والمدير الفني طبعا بتاع كرة اليد ان شاء الله يعلن عنه في خلال يومين باذن الله. اجنبي؟ اجنبي. ان شاء الله. طيب بالنسبة لموضوع انس اسامة، استاذ احمد، انا عارف ان هو كان ماضي من قبل انتوا ما تيجوا، وثم حاولتوا ومضيتوه، ثم فوجئنا ان هو راح الاتحاد السكندري، وطلع كلام من الاستاذ مجدي أوفريخة برضو قال بنفسه ان اللاعب اللي بيمضي الناديين بيتم ايقافه وبيرجع للنادي الاصلي، ثم فوجئنا ان رئيس اتحاد كرة السلة بنفسه بيقول لا ده الكلام ده للهواه يعني. وهو انا فاكر كمان ان في كان في حدث قبل كده لعمر طارق، هو هما الهواة بيمضوا عقود، الهواة ما بيمضوش عقود. بالظبط. وفي كمان عمر طارق قبل كده كان بيلعب في الجزيره وكان مضى للزمالك، وبعد بالظبط. كده وبعد كده بعد كده بعد كده راح الاهلي. وبعد كده وبعد كده قالوا لا يرجع للنادي الاصلي اللي هو يرجع الجزيره، الاصلي الجزيره، وبعد كده انتقل للاهلي اعتقد بمبلغ غلام بالظبط. يعني. لكن نفس القصه يعني. فايه القصه دي بقى وايه اخرها؟ بص يا كابتن خالد، هو يعني الاتحاد السله طلع زي ما حضرتك قلت الدكتور مجدي وقال الكلام ده وكلام واضح، رئيس الاتحاد طلع على كلام واضح. انا برضو ما اقدرش اقول هو موظف في الاتحاد لغايه دلوقتي، لان ما فيش حد تقدم بعقود. انا هتقدم بعقدنا ان شاء الله في اول ما الباب القضي يفتح بعد 7. صحيح. يعني انا ما كنتش عارف ان انس موظف. انا المعلومه اللي عندي ان انس كان في تفاوض بينه وبين الاتحاد ايام كابتن حسين لبيب. وانا شخصيا ومفاجاه يعني كلمت كابتن مصطفى قال لي لا احنا مش ماضيين معاه، ويعني طول ما هو قاعد في الزمالك انا سبته الزمالك. والكلام ده كان في وجود انس وفي وجود كابتن ياسر عبد الوهاب. يمكن ده اول مره انا اقوله يعني. وبناء عليه انا ماضيت مع انس. كملت تجديد ده عقده. هو انس لعب في الزمالك اصلا. طب انا مش عارف يعني، طب ازاي انس يعني استاذ محمد صلحي قال لك بنفسك وانت بتاكد ده على الهواء؟ اول لما رجعنا في شهر 12 تقريبا. هو مضى، راح مضى على الاتحاد بعديها بقى ولا ايه؟ مع ايه؟ بص انا ما اعرفش بالظبط التفاصيل دي ايه، لكن انا بكلمك حاجه دي اول مره اقولها، ان انا كلمت الراجل، كنت بكلمه عشان اقول له ان انس معانا في الزمالك، يا ريت ما فيش حد يتفاوض معاه. فقال لي خلاص انا مش هتفاوض معاه طول ما هو في الزمالك. الاستاذ محمد مصلحي قال كده، قال لي انا شخص. مع ان الاستاذ مصلحي بعد كده طلع وقال لك انا ده بقول لك لعيب، بص ده انا لعيب فري يعني، قال لك ده لعيب فري وانا من انا حقي ما امضي. يعني مش بحب ان انا
عمل مسرحيه يعني زي شخصية وردي. محترمة وطبعا لا احنا بنتكلم في رياضة وفي كورة لا وفي بتكلم في الرياضه، لا اذا كنت بتتكلم في الرياضه يعني كلمه عشان نقطع الخلاف ده، اذا كان انس موقع لناديين فنادي الزمالك مش هيسيب حق. من الآخر بالظبط. يعني حتى لو وصل انه يلعب الاتحاد بس يتم ايقافه، انا ما بقولش يلعب في الاتحاد او في الزمالك، بقول نادي الزمالك مش هيسيب حق مش هيسيب حقه، ايا كان. يعني هيتقدم بالمستندات اللي بتؤكد انه مضى لنادي الزمالك. وقت في الوقت القانوني ما يفتح باب القيد تمام بنعيد القايمه الاولى اللي هم اللعيبه اللي عندك اصلا، تمام فهيبقى اكنه بيكمل عقده بيعقد تمام جديد. تمام طيب بالنسبه بقى ليه عندي معلومه واكدها لي، كره السله او كره الطايره سوري، بنت مريم بنت هناء حمزه طبعا واحده من نجوم كره الطايره في مصر، منتخب مصر يعني والنادي الاهلي. انا برفض التعليق في الموضوع ده يا كابتن. اذا تعاقدنا مع اي لاعب بنعلن في الوقت المناسب. طب معلش، طب ماشي بعيد عن قصه، هل العقود القديمه، اصل في عقود قديمه وفي عقود جديده، اللي بيعتد بيه العقد الجديد صح ولا؟ احنا مضيين اللعيبه اللي جددنا معاهم مضوا على عقود جديده. عقود جديده تمام خلاص، لكن انت لم تعلن عن ان مريم بنت كابتن هنا حمزه تعاقدت ولا لا؟ لم يعلن رسميا يعني ما فيش حديث عن الموضوع ده يعني حاليا لاي لاعب جديد في كره الطايره بنات. تمام. هل انت عارف كمان النهارده مهاب ياسر في المنتخب للاسف اصيب برباط صليبي؟ مواب ياسر صفقة جديدة ولسه ما تمش توثيق العقود وكده، لكن هو ابن النادي وكان هيلعب معانا السنة الجاية وهيلعب معانا إن شاء الله. نتمنى شفائه وإن تكون حاجة بسيطة، وفي الأول وفي الآخر هو ابن النادي يعني أكيد انا النادي فاهم انا فاهم، بس انت طبعا النظام ممكن مثلا مهاب يطلع من السكور على اساس هو عقبال ما يخف، وما يخف يرجع تاني أكيد يعني وتقدر تجيب هيكون لعيب مكانه. مكانه. ده لو يعني لسه أنا متأكد الإصابة لغاية دلوقتي. لم تؤكد. طيب طب بالنسبة في لاعب جديد في كرة السلة اسمه وليد من نادي الجزيرة. وليد عبد الجواد ده لاعب منتخب مصر، بوينت جارد منتخب مصر. اه لا صانع ألعاب، مركزه صانع ألعاب. مضى رسميا؟ مضى رسميا اه. خلاص تمام. هل المحترف الاجنبي او المحترف اللي هتجيبه جنسيته ايه في كرة اليد؟ هل وصلتوا للجنسية؟ هل اتفقت معاه ولا لسه؟ لا لسه. لا لسه. خد بالك الموسم بيبتدي في شهر 10 لسه بدري يعني. للالعاب دي، فلسه عندهم وقت كبير. وكابتن احمد مرعي برضو كابتن احمد لم يتواصل على مكان المحترف. لسه هو يبلغني بالمحترف اللي هو محتاجه واحنا هنتعاقد معاه. تمام. بص احنا ما عندناش مشكله في اي حاجه الحمد لله. يمكن النهارده عايز اعلن ان ما فيش مديونيه علينا خالص لاي لعيب في العاب الصالات. الثلاث العاب. طبعا في فلوس اتخصمت عشان اللي ما بيحققش التارجت بيتخصم منه فلوس. تمام. لكن تم تحويل الفلوس كلها يعني هتتم الاسبوع ده في حساباتهم. النادي الزمالك ما عادش عليه ولا مليم لاي لاعب حالي او سابق، لان احنا كمان سددنا مديونيات بتاعت لعيبه العاب صالات سابقين. تمام. تمام. كانوا رافعين قضايا يعني وخدوا احكام. حوالي يعني ده في كابتن من الكباتن واخد حكم من ايام استاذ ممدوح عباس، دي فلوس من ايام استاذ ممدوح عباس خدها. طيب يعني طب عايز حاجه تقولها حاجه تاني، في اي معلومه اي حاجه تاني حابب تقولها؟ انت في حاجه عايز تسال فيها؟ يعني انا يعني مش عايز اكلمك في ملف الكوره وبتاع، لان انا عارف ان امير هو اللي ماسك هذا الملف يعني. الكوره لسه يعني ما فيش، لكن طبعا الناس كلها عرفت ان دفعنا فلوس ما يتم وخلاص. تمام. والقيد هيتفتح في ميعاده ان شاء الله. ويمكن في برضو معلومه مش عارف معظم الناس ما تعرفهاش، كسبنا عدد من القضايا زي قضيه معروف يوسف. كسبتوا قضية معروف يوسف. اتشال من عندنا المديونيه خالص. تمام. يعني بص في خلال شهرين هيكون ما فيش حد ليه فلوس لنادي الزمالك ولا في مصر ولا بره مصر. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. باذن الله. شكرا جزيلا الاستاذ احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك. بالمناسبه يا جماعه اتحاد الكره المصري بلغ نادي الزمالك ان هو عايز منه 78 مليون جنيه لتوثيق العقود، ومجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور استغرب وقال اذا كان احنا بقالنا سنه
ما لم نقيد اي لاعبين جدد، يعني لم نقيد في شهر في الصيف اللي فات ولا في الشتاء، يعني الانتقالات الصيفيه والشتويه، وهنشوف الدنيا رايحه لفين بالنسبه لتوثيق العقود. و78 مليون جنيه اتحاد الكره المصري بيطالب نادي الزمالك بيهم الفتره القادمه. نروح كمان بقى لقضيه الشخص اللي هو الشتام واللعان ده، اللي هو عايش في الكويت واللي كان قبل كده تطاول على شيكابالا في الامارات، وتطاول بالفاظ وبعنصريه وبتنمر وبحاجه يعني منتهى يعني قله الادب زي ما بيقولوا يعني، وحاجات يعاقب عليها القانون بصوره كبيره جدا، بل كمان تجاوز المره دي وفي حق شيكابالا وفي حق امام عاشور وفي حق اكتر من لاعب نادي الزمالك بتجاوز غير مقبول وغير طبيعي، مش طبيعي. وكمان بنفاجئ ان هذا الشخص على طول على متواجد مع يعني في النادي الاهلي، متواجد مع ناس من المنظومه الاعلاميه في النادي الاهلي، متواجد بيتصور مع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي يعني بصوره كبيره جدا، وبالتالي لابد ان يكون هناك موقف من مجلس اداره تجاه شخص يعني بهذا الاسلوب والشتم واللعن والعنصريه والتنمر اللي احنا بننادي بانهائها يعني في اي حته في العالم مش في مصر فقط يعني. وبالتالي تواصل المستشار مرتضى، انت عارفين الشيكابالا كان في فيديو هجيبه لكم دلوقتي، وشيكابالا عمل توكيل للمستشار مرتضى منصور لاخذ حقه من هذا الرجل اللي عايش في الكويت، تمام؟ تواصل المستشار مرتضى منصور مع الاستاذ شريان الشرياني وهو رئيس نقابه المحامين في الكويت، يعني نقيب المحامين في الكويت، تمام؟ بجانب ايضا انه تواصل مع طبعا رئيس اتحاد المحامين العرب الاستاذ مجدي سخا. وكمان احنا عندنا اتفاقيه بين مصر والكويت في حاله قضايا، ودي بيبقى فيه تسليم وفيه ترقب بالوصول وفي حاجات كتيره قوي ممكن تحصل. فاتخذ الاجراءات القانونيه ضد هذا الشخص الشتام واللعان والمتنمر، وده على فكرة يعني شتمني أنا شخصيا وتطاول عليا وشتم شيكابالا بكلام عنصري وبكلام فيه تنمر وكلام فيه تقليل وكلام. من حقك تشجع فرقتك، من حقك تحب فرقتك، من حقك تقلل من مستوى نادي، من مستوى لعيبة، لكن مش من حقك ان انت يعني تتنمر بهذه الصورة او بكلام عنصري، كلام يعاقب عليه القانون في اي حته في العالم. انا لسه بقول لكم بابي اتخذ موقف ضد رئيس الاتحاد الفرنسي لكره القدم لانه لم يكن معه وفي ظهره في العبارات العنصريه اللي تعرض ليها في الشامبيونز ليج، العبارات العنصريه اللي تعرض ليها مبابي في الشامبيونز ليج وبتجرم، وقبل كده تم ايقاف جماهير في المجر بسبب ان هم كان في كلام عنصري ضد انجلترا، وتدخل رئيس الوزراء في ذاك الوقت الانجليزي. يعني الموضوع يا جماعه مش سهل، والموضوع مش اي حد معاه يعني بيانات كده وما اعرفش. اذا كان المستشار مرتضى منصور هنا في يعني مكالمه مش للعلن اعتذر لمجلس إدارة النادي الأهلي وللمسؤولين هناك عن أي تجاوز حصل من الزميل أحمد جمال، وبالتالي يعني الكلام ده في مكالمة من المفترض إنها ما تكونش على العلن، لا ده ناس بقى بتطلع على الهوا وعارفين إن هم طالعين على الهوا وعارفين إن ممكن ملايين يشوفوهم، يبقى القصة بالنسبة لهم بقى الأهلي والشير والترند والشتيمة واشتم شيكا، وكأن شيكا ده يعني حد يعني حد يعني أنا مش فاهم. يعني كل حاجة حلوة يا جماعة، يعني كل حاجة حلوة في الماتش، وعلاقة شيكا حلوة قوي مع أليو ديانج وقبل كده مع موسيماني ومع محمد الشناوي ومع محمد الشريف يا راجل ده كهربا اللي هرب من الزمالك بيسألوه مين أحرف لاعب في مصر، قال لهم شيكابالا كهربا يعني اللي هربان من نادي الزمالك. وبالتالي يعني شيكابالا وعلاقته كويسه جدا، الراجل ده شيكابالا كلم مصطفى شوبير وقال له جو اهيد وشد حيلك وربنا معاك و يعني، وشيكابالا ولا الجمهور هنا شتم ولا الجمهور هنا شتم، انتوا عايزين ايه؟ شيكابالا قلع الفانيلا وانبسط، الله. طب انت ايه اللي مضايقك؟ ما ينبسط يا اخي، ما يقلع الفانيلا يا اخي، ما هو ايه المسيء في ده يعني؟ انا عايز اعرف. فرحان
وجماهير وجماهيره اهو، ولا راح لجمهور اهلي زي ما عمل الاستاذ علي معلول وعمل بحركات بايديه وتقليل، وراح لجمهور الزمالك اهو استاذ علي معلول اللي حط الجون، المره دي هو اللي حط الجون في نفسه. تمام، الله، هو ايه حلال غيرك حرام عليك؟ الراجل ده بقى ما تطولش ولا عمل ايه اللي عمله وراح لجمهوره؟ الله، قال لك ايه بيلعب فانيلا ليه؟ الله، انت مالك يا اخي؟ هياخد انذار يا اخي، بيجيب جون في المقاولين بتقلع الفانيلا. الراجل جاب جون في الاهلي، والاهلي نادي كبير، وكان الهدف التقدم، واحنا بنلعب بشويه شباب ناشئين. ما تيجي تقول شباب ناشئين يقول لك ايه يا عم شباب ناشئين ايه؟ ده الواد عنده 22 سنه، وده في اي حته في العالم 22 ده لعيب كبير. طب ما انت عندك محمد مغربي يا باشا، ما انت عندك احمد نبيل كوكا يا باشا، ما انت عندك طارق زياد طارق زياد ولا طارق يا باشا، ما انت عندك مصطفى شوبير يا باشا، ما كلهم المواليد 2000 ومواليد، ما دول لسه بيبتدوا مشوارهم في الكوره. يا احمد حسن كوكا، احمد نبيل كوكا، ما ايه يعني؟ مش يعني هو ايه اللي مضايق الناس قوي من القصه كده؟ ده ماتش وانتهى، ده احنا مستوانا منيل مع المنتخب. يعني محمد هاني لغايه دلوقتي ناشئ، بيعتبروه ناشئ. محمد هاني هيعدي 25 سنه ولا 26، ناشئ. صلاح محسن بيعتبروه ناشئ، وهم يعني ومواليد 98. اللعيبه دي مواليد 2001 وفي 2002 وفي 2000 وفي 99 وفي اربع خمس لعيبه موجودين في القايمه. تقدر تحط انت خمس لعيبه مواليد 2001 ولا 2000 في قايمتك واربعه منهم يلعبوا؟ لكن للاسف شويه تقليل. وشيكابالا هو جاب كام جون يعني؟ هو جاب كام جون يعني شيكابالا ده؟ جاب اربع تجوان وكلهم جون. هو جون، لا جون رائع يعني. الجون بتاع شيكابالا ده في 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 في, في نهائي افريقيا ده جون عالمي، جون عالمي. اي نعم في النهايه المباراه، لكن ما تيجي تقول طب ما كابتن محمود الخطيب وهو لعيب اسطوري يعني ولعيب حريف جدا جاب جون بكعبه، كان جون عالمي في تونس وخسرنا وما وصلناش كاس عالم، بس يبقى ان جون عالمي. يعني دايما الناس بتفتكر الجون ده، لكن هل الجون ده وصلنا لكاس العالم؟ لا، اتغلبنا وخرجنا. جاب اربع تجوان بس، دخلت بيبو جاب اربع تجوان. طب تحب اقول لك ان احسن لاعب في افريقيا كابتن محمود الخطيب اسطوره جاب جون في حياته في النادي الزمالك من ضرب الجزاء في الدوري، واعتقد جاب جون او جونين في الكاس، يعني ثلاث تجوان كابتن محمود الخطيب وهو لعيب هداف النادي الاهلي في افريقيا ومعرفش ايه. عادي يعني، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ ما فيش. باسم مرسي جاب اربع تجوان في النادي الاهلي في ماتشين ببطولتين، نهائي كاس ونهائي كاس، وقدام الاهلي جونين وجونين. ده باسم مرسي ولعب سنتين ثلاثه. فالقصه ملهاش قصه، ليها بالحرفنه بالمهاره. يبقى كابتن محمود الخطيب باعتراف المستشار مرتضى منصور رغم الخلاف اللي عنده، لكن يبقى ان هو لعيب اسطوري كابتن محمود الخطيب، واحد من احرف اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر، لعيب اسطوري، لعيب ممتع. لكن في النهايه بقى نقعد تاريخك ايه؟ طب ما شيكابالا راح كاس عالم على فكره، شيكابالا خد بطوله افريقيا، لم يكن لعيبا مؤثرا. الجيل كابتن محمود الخطيب او كابتن محمود الخطيب ما راحش كاس عالم، ما جابش جوان في الاولمبياد يعني مثلا. في بطوله افريقيا اللي خدناها 86 وكانت اخر بطوله كابتن محمود الخطيب بيلعبها، كان طارق بوزيت هو النجم وهو الهداف عادي. لكن في النهايه لا نقلل من كابتن محمود الخطيب ولا نقلل من شيكابالا. شيكابالا ممكن يكون اتظلم انه ما لعبش كتير في منتخب مصر لانه جوهره ولانه مهاري ولانه يعني لعيب حريف وممتع في النهايه، لكن واهدافه ممتعه. لعيب عنده 36 سنه ونص نزل الشوط الثاني، واللعيبه اللي عندها 22 واللي بياخد 17 مليون واللي عنده 23 واللي عنده 25 واللي عنده 26 واللي عنده 27 بيلعبوا ماتش بالكامل، ما عملوش كوره من اللي عملها شيكابالا. وبعد واحد تاني يقول لك ايه ده اول جون يجيبه في الدوري. على فكره انا نسيت اقول لك، احمد مجاهد كان واقف شيكابالا 8 ماتشات على فكره في بدايه الدوري ده اللي انت مش واخد بالك، بس وفي كمان غاب بعديها ماتشين وغاب 3 4 ماتشات للاصابه. يعني شيكابالا في الدوري كله ما لعبش 5 6 ماتشات مع نادي الزمالك. كابتن نبيل محمود مساك جاب جونين اكتر من لعيبه اساطير مثلا. لكن في النهايه بنحاول نقلل دايما من شيكابالا. يعني الراجل ما خرجش عن النص، لا يقول لك ايه الله وكمان بيقلع الفانيلا لما يجيب جون، ده انت غريب قوي يا شيكابالا، ما تخليك يا اخي محترم يا اخي. طب ما انت غيرك قلع، ده في واحد عمل كده، ده في واحد بعد الجون راح لجمهور الزمالك وعمل كده. معلول حط الجون، بتبقى فرحان قوي انت
لكن شيكابالا ما استفزش الجمهور، راح لجمهوره. لا ازاي ازاي؟ طبعا لان شيكا هو اللي جاب الجون، فشيكا دي حاجه بتضايق الناس، شيكا هو اللي جاب الجون، فدي حاجه تضايقهم، دي حاجه. الا شيكا، شيكا ما يجيبش جون في الاهلي ابدا، عشان نقعد نشتم في شيكا ونتنمر عليه ونقول كلام عنصري، بس شيكا كمان ما يغلطش وما يعملش حاجه غلط، بس كمان بيقلع الفانيلا. لا يا حبيبي اوعى تقلع الفانيلا، يعني حاجه غريبه جدا، لان قلع الفانيلا بيؤدي الى انذار، خد عليه انذار، وياما لعيبه قلعت فانيلا سواء في الاهلي وفي الزمالك وفي العالم كله، يعني حصل ده 100 مره. طيب ده بس اللي عايز اقوله لكم، ان هيكون في موقف جامد جدا جدا. وبالنسبه لي اخيرا بقى، قبل ما اروح المستشار مرتضى منصور ونستقبل ماهر جنينه، عايز اقول لكم ان نادي الزمالك النادي الوحيد في العالم، الوحيد في العالم اللي طلع اللي انا بقوله اللعيبه دي. مين بقى؟ يحيى الحريه امام، والد كابتن حماده امام، وبعد كده كابتن حماده امام، وبعد كده كابتن حازم امام، ادي واحد. عيد عبد الملك واحمد عيد عبد الملك، محمد سعيد وجمال حمزه. نروح لغانم سلطان واحمد غانم، تمام؟ انا بقول لكم لعيبه لعبت. اسامه نبيه، يوسف اسامه نبيه، سيف فاروق جعفر وسيف فاروق جعفر، مصطفى الاحمر واحمد الاحمر، بل كمان في اخوات، نبيل محمود ومحمود محمود، اسماعيل يوسف وابراهيم يوسف، لا ده كمان في احمد رمزي وخاله احمد مصطفى الفريجيدير الله يرحمه، تمام؟ ده كمان في هشام يكن والكابتن يكن، ده كمان ابن عمه ايمن يونس. كل دول لعيبه لعبت في نادي واحد، واولادهم لعبوا وتعلقوا بصوره لافته للنظر. ده في كمان كابتن محمود الخواجه ابنه ادهم، هداف مواليد 2001، هو لسه ما طلعش فريق اول بس هداف مواليد 2001، تمام؟ يوسف ابني كان بيلعب في مواليد 2001 ومش بيلعب دلوقتي في مواليد 2001، خلاص خرج عن نادي الزمالك. وايمن عزيز ابنه موجود، ايمن عبد العزيز ابنه مازال بيلعب. يعني قصدي يا جماعه ان في لعيبه ولاد لعيبه، يعني يقول لك في لعيبه ولاد اللعيبه بس مش ولاد العاملين، لان يوسف اسامه نبيه وسيف فاروق جعفر يا ولاد اللعيبه. نطلع للمستشار مرتضى منصور الفيديو ونرجع نكمل اخبارنا، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، بشكر رجاله لعيبه الزمالك المحترمين اللي ادوا درس في الرجوله، ودرس في اراده النصر اللي عندهم، ودرس في انهم ازاي عندهم لاعب هارب وعندهم لاعب موقوف محمود علاء، وعندهم مصابين بقى ايضا حازم امام، المسلوسي، فتوح، مين تاني؟ كان عبد الغني بيلعب، عبد الغني واخد حقنه وينش ظهره بقى له سنه تعبه، وسيف ايزيل ما بيلعبش، ابو جبل ما بيلعبش، مين تاني؟ ومين تاني؟ يعني حوالي كتير، يعني حوالي عندنا 9 لعيبه بيأدوا هذه المباراه المحترمه، وهذا الحكم اللي جاي بقى، ما هو لجنه التحكيم الحكام جايه منين؟ درجه الانديه، لكن اللي عجبني في الماتش كله بقى لعيبه الزمالك الروح العاليه اللي قدمته، العلاقه اللي كان بينك وبين الشناوي، مش كده؟ الجمهورين المحترمين كانوا على اعلى مستوى بصراحه، حاجه راقيه جدا جدا، فانا بشكركم جدا، وهديتي ليهم ادويه نادي الزمالك. وهي عامله في نادي الزمالك دي هديتي ليكم، بحيث كلكم تبقوا اعضاء في النادي. فلا تحزن عندما ياتي لك لما السبابة من السفهاء، فلا تحزن، اتفضل خاطب جماهيرك اللي زعلانه من امبارح. طبعا الاول الله يسعدك، بنشكرك من قبل الماتش حضرتك قعدت معانا في الاوضه وقلت لنا احنا انا مش طالب المكسب، انا طالب ان انتوا تلعبوا بس باسم جيبه الزمالك، اللي يبقى فيه روح يسعدوهم
واسعدوا الناس لما تلاقيكم بتحاربوا، حتى لو الماتش ما كسبناش الناس هتسقفوا على الماتش. ده اللي حصل بالظبط، الناس سقفتنا. جمهور لا، جمهور واعي محترم، جمهور الزمالك ده سيبك من 1000 ولا 10000 حاجه ما لهمش لازمه، دول بيحفلوا على طول علينا وعلى الاهلي وعلى كل الناس. انما زي ما انت قلت الجمهور سعيد جدا جدا. واحد يقول لك سعيد بالتعادل، بس واحد بيقول لك انت اصلا سعداء، لا مش سعيد بالتعادل، لا احنا سعداء ان الزمالك قدر يقلب الماتش بنزولك انت بالذات، تمام، وتغييرات الراجل المدير الفني المحترم. وفي نفس الوقت لا انا كنت اطلع كسبان 4-5، انتم اديتوا ماتش والله الاهلاويه قبل الزملكاويه المحترمين طبعا، الاهلاويه المحترمين مثال الولد ده حيكم، وقالوا ده فريق محترم. لما تخلط يا شيكابالا جيلين، الجيل القديم اللي معتق اللي زي كده عبد الشافي واخد بالك، بالجيل الوسط اللي زي امام عاشور وزيزو واخد بالك، بالجيل الجديد زي سيف جعفر وزي نيمار وزي ابن رسالة، بالظبط كده. فثلاث اجيال لما بقوا في بوتقه واحده طلعوا منتج محترم، هو ان نادي الزمالك جمهور عايزه. ابذل كل جهدك، اسعدني، فرحني، واخد بالك. وبعدين انا فرحتك بايه؟ انك لسه الاول على الدوري. اثنين، عملت ماتش عالمي. ثلاثه، متعت نفسك وجماهيرك. اتفضل. لا، واحنا بنشكرك برضه رئيس الملعب والماتش ده، بنقول لحضرتك ان انت اديت جزء كبير من فلوس اللعيبه من قبل الماتش، وقلت لنا مش عشان انتوا عندكم ماتش الاهلي ثاني يوم فانا بطلع لكم فلوس، لا، عشان ده حقكم، عشان انا بطلع لكم فلوس. والنهارده بعد ما الماتش خلص حضرتك بتقول لنا هتعملوا لي العضويه بتاعت نادي الزمالك، وده شرف لينا طبعا رئيس اعضاء في نادي الزمالك، فاحنا بنشكر حضرتك وبنشكر على وقفتكم معانا، مش من دلوقتي لا، من الفتره اللي ان شاء الله احنا بنوعدكم ان احنا بنفتح الماتش ده، يبقى بدايه الماتشات اللي جايه دي ان شاء الله ناخد الدوري. المهم زي ما قلت لك انا ما اتكلمش وحاطط جميلك عشان هذا السفيه. الراجل اللي حضرتك اتكلمت عنه يا رئيس، انا جيت لك لا ما تقوليش راجل، ما تقولش راجل، اوعى تقول راجل. انا جيت لك النهارده الصبح قلت لك ان في واحد بيقول 1 2 3، حضرتك رحت مورين على الموبايل، عندكم ماتش البنك الاهلي ان شاء الله ربنا يوفقكم، وسلم لي بقى الطلبات بتاعت العضويات الهديه، اقول كلهم عضويات، واقول لكل انسان هرب من هذه المباراه، الجندي الشجاع ما بيهربش تاني، الجندي الشجاع ما بيهربش. كان ممكن شيكابالا يقول لك ضهري، لان هو نزل النتيجه كام كان؟ 5 هو انزل ليه؟ انزل اتحرك ليه؟ كان مصاب قبل الماتش وكان هو بيحارب ان هو عايز يلعب الماتش، عايز يلحق يبقى عايز يلحق يلعب الماتش. طبعا برضو عايز اقول زيزو ولا ابن شرقي، دي رؤيه جهاز فني خلاص، ده مش معناه ان الراجل واحد موقف منكم، لا هو رؤيته كده خلاص تمام. احنا لا بنتدخل ولا بنكلمه، وهو ربنا بيوفقه، لان هو في الاخر احنا جماهير الزمالك المحترمه بنحاسبه اخر الموسم، لا بنحاسب شيكابالا لوحده ولا بنحاسب زيزو ولا ابن شرقي، لان ده فريق جماعه مش فريق ملاكمه. هو لو فريق ملاكمه او مصارعه او تنس انا حاسب اللاعب، انما ده فريق جماعه، فاللي بيتحاسب في النهايه اللي بيتحاسب مين؟ هو المدير الفني وجهاز الفني اللي معاه، كابتن اسامه طبعا بشكره، وكابتن احمد عبد المسعود كانوا عاملين لك عقوبه اعدام خفضت لك المؤبد، ودكتور اسامه كل الجهاز احمد. وكان كلام المستشار مرتضى منصور وشيكابالا وامير مرتضى منصور. طيب تعال نروح كده لقائمه نادي الزمالك، يمكن انا قلت لكم الغيابات لكن ما قريتش القائمه. محمد عواد وسيد عطيه في الدفاع، محمود حمدي الونش ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعه فقط، دول الدفاع اللي موجودين. طبعا سيد نيمار هيكون من ناحيه الرايت، امام عاشور واسلام جابر ومحمد اشرف رؤه واوباما ومحمد اوناجم ورزاق سيسي، شيكابالا، ايمن حفني، اشرف بن شرقي، زيزو، وسيد عبد الله اللي هو نيمار، وسيف جعفر، وفي الهجوم يوسف اسامه نبي وسيف الجزيري وعمر السعيد. الاثنين اللي دخلوا سيف الجزيري وطبعا سيف الجزيري ورزاق سيسي، وطلع عبد الشافي وطبعا محمد عبد الغني. ودي القائمة بتاعت الزمالك، وقلت لكم التشكيل الأقرب في الغالب هيكون محمد عواد، سيد نيمار باك رايت، عبد الله جمعة ناحية الليفت، حسام عبد المجيد والونش، نص الملعب محمد أشرف رؤى وإمام عاشور، قدامهم هيكون أشرف بن شرقي وزيزو
وواحد لشيكا ليوسف اوباما، وقدام هيكون طبعا عمر السعيد الاقرب، وسيف الجزيري هيكون على الدكه. ممكن لو لعب بطريقه ثلاثه هيكون الثالث لالا محمد طارق لالا اسلام جابر. ده التشكيل المتوقع بكره باذن الله. كابتن محمود البنا هو حكم اللقاء بكره باذن الله. طاقم التحكيم محمود البنا ومحمود ابو الرجال وهاني خيري، وحكم رابع محمود وفا، حكم فيديو هيكون السكندري محمود بسيوني، ومحمد الشناوي حكم فيديو مساعد. كمان دي كانت يعني اخبارنا. على فكره الناس بعتت لي وقالوا لي كمان خالد، طبعا في كابتن حسام وكابتن ابراهيم حسن، اتنين اخوات برضو لعبوا مع زي كابتن اسماعيل يوسف كابتن ابراهيم يوسف، طبعا دول اولاد النادي، كابتن حسام وكابتن ابراهيم كانوا جايين من النادي الاهلي، اخوات برضو لعبوا في نادي الزمالك. في عبد الله جمعه وصالح جمعه اخوات اللي بيلعبوا كوره، في حسين ياسر محمدي وابوه كان كابتن ياسر محمدي لعب في اسكو، في احمد توفيق وليه اخين بيلعبوا، عبد العزيز توفيق برضه لعب في الزمالك وقد يعود للزمالك احمد توفيق ان شاء الله باذن الله. دول يعني لعيبه كتير لعبوا، لعيبه ولاد لعيبه. وفي على فكره في السله كمان في كابتن عصام عبد الحميد وابنه ادهم عصام عبد الحميد اعتقد لعب في كره السله، يعني كل دول موجودين. نروح لاتحاد الكوره. تسلمنا ملفات الانديه للحصول على رخصه الاحتراف وجاري دراستها، والكاف يعلن عن وفي ياسر عبد الوهاب وابنه طبعا ابنه احمد وياسين في كره السله. عندنا يعني اسامي كتيره يعني يا جماعه. دي كانت كل حاجة عندنا يا جماعة، ودي كانت أخبارنا وتفاصيل أخبارنا. عايز أقول لكم بس خبر أخير يعني في اللذيذ كده، يعني هو أحمد مرتضى مرضاش يقول. مريم هناء حمزة، هناء حمزة دي كانت صانعة ألعاب وكانت لعيبة مميزة جدا في الكرة الطائرة في النادي الأهلي لمدة 18 سنة، ويمكن كانت عضو في اللجنة الأولمبية، وكانت مرشحة تكون عضو في مجلس إدارة النادي الأهلي، ولعبة كبيرة، وكانت مذيعة زميلة ومتألقة في قناة النيل الرياضة يعني، وهي نائبة دلوقتي نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة يعني، وكانت في اللجنة الأولمبية قبل كده. مريم كانت بتلعب في النادي الأهلي، وبعد كده مشيت راحت مش عارف طلعت الجيش، وبعد كده رجعت تاني للنادي الأهلي، وجددت للنادي الأهلي بعقود قديمة تمام. فالنادي الاهلي فالنادي الزمالك تعاقد مع مريم هناء حمزه بعقود جديده تمام. وهنا في كل الالعاب لا يعترف باي عقود قديمه. مره رمضان صبحي كان هيجي الزمالك من 5 6 سنين كده، ما كان لسه طالع، والزمالك كان خلاص هيجي لانه كان مضى على عقود قديمه مع النادي الاهلي، فجريوا وراحوا له للمنتخب الاولمبي ودخلوا للكابتن حسام البدري ومضوا رمضان صبحي قبل ما يروح يمضي لنادي الزمالك بعقود جديده، يعني عشان العقود القديمه لا يعتد بيها في كل الالعاب ولا يعترف بيها من قبل اللجنه الاولمبيه. فاحد المسؤولين الكبار ها في لعبه اخرى غير لعبه كره الطايره، مسؤول كبير قوي يعني بيسمعوا كلامه يعني، فقال للجنه الاولمبيه لا بقول لك اعتمدي اعملي اعتماد للعقود القديمه عشان مريم ما تروحش الزمالك، ما هي ماضيه على عقود جديده مع الزمالك اللي لا يعتد بالعقد القديم اللي مضيته مع الاهلي، وكان بيعمل نفوذ وقوته عشان يعمل ده. طبعا قانونيا ما فيش حاجه تجيبها يمين تجيبها شمال، ما ينفعش يعتد بالعقد القديم. وقد يعلن انتقال مريم بنت الكابتن هناء حمزه لنادي الزمالك عشان تكون خامس صفقه تاتي من النادي الاهلي. دي كانت كل حاجه عندنا النهارده. تعالوا نطلع لفاصل اعلاني ثم نستقبل بعديها ماهر جنينه واطلاله جديده على الكره العربيه والافريقيه، كلام مهم اوعى تروح في اي حته. ماتش الزمالك والبنك الاهلي ومين يتالق في المباراه، وشايف المباراه سهله صعبه؟ لا هو طبعا كابتن خالد جلال معروف ان هو قدام الفرق الكبيره بيعمل مباريات قمه، فاتمنى طبعا نزل الفوز للزمالك، ولكن كابتن خالد جلال يعني ما شاء الله مخلي الفرقه الواحد بيستمتع فعلا وهي بتلعب مع اي نادي، خصوصا قدام نادي الزمالك كمان. اتمنى شيكابالا ينزل زي ما الماتش اللي فات نزل كده واحدث الفارق الكبير جدا،
برضو اتبسطت جدا بموضوع الشباب الصغير يوسف اسامه نبيه سيف فاروق جعفر، عملوا ماتش حلو. يا ريت يكون لهم دور بكره نشوفهم، لان هم اثبتوا ان هم قدام كمان النادي الاهلي مفيش رهبه مفيش خوف، واخدين الجرأه. ان شاء الله نتمنى الاستمراريه في الاداء المتميز اللي حصل في الشوط الثاني في ماتش الاهلي، نتمناه يستمر في مباراه البنك الاهلي، ونتمنى الفوز ان شاء الله، والروح القتاليه اللي كانت موجوده عليها في ماتش الاهلي تستمر باذن الله. بنتمنى ان مستر فيريرا كنا عارف من اين توكل الكتف باذن الله. والله انا شايف ان ماتش بكره ماتش صعب، فرقه البنك الاهلي فرقه كويسه وهي بتلعب كوره كويسه، وكابتن خالد جلال راجل بيلعب كوره كويسه جدا، بس احنا ان شاء الله بنتمنى من مستر فيريرا ان هو طبعا زي ما عمل ماتش الاهلي ماتش كويس جدا، ان هو يتالق في الماتش ويعمل تغييرات مظبوطه ويعمل شغل مظبوط، وان شاء الله رب العالمين ربنا يوفقنا بكره ان شاء الله وناخد الماتش ان شاء الله باذن الله رب. 3-1 شيكابالا ممكن لو فضل زي ما كان لعب في الاهلي الماتش اللي فات هنعمل يعني هنبقى 3-1، وبن شرقي برده وزيزو. ماتش البنك الاهلي عندهم لعيبه حلوه، احنا احسن هنكسبه، بس الماتش نجيب جولين او ثلاثه كده بس، لو جبنا جولين هو لسه صفر هنطمن، هنلعب براحتنا واحده واحده. حد مين بقى من لعيبه الزمالك؟ شيكا وزيزو بن شرقي، الثلاثه دول نستني حاجه حلوه الونش. فاعتقد المباراه هتبقى صعبه، بس باذن الله باذن الله انا متوقعه ان يعني الحافز اللي احنا شفناه بماتش الاهلي والروح الرياضيه الجميله قوي هتتحقق بكره، وباذن الله هنكسب وهنكسب بسكور حلو ان شاء الله. هي يعني هو ماتش هيكون صعب شويه على نادي الزمالك، بس ان شاء الله باذن الله نكون نادي الزمالك كتير، والماتش ان شاء الله هيبقى بتاعنا، وباذن الله نتوقع كده ان هو يخلص 3-1 للزمالك. ماتش البنك الاهلي ممكن ماتش يكون صعب شويه، بس مش صعب على الزمالك، الزمالك تسهل عليه كل حاجه، بس هم الصراحه يعني الفرقه دي فرقه قويه، وتوقعاتي للي هيجيبوا جوان بن شرقي وشيكا، عشان هما انا الصراحه بحبهم وهما لعيبه جدا. مش هيبقى في مساحات بقى وكده، مش هيبقى مقفول صح؟ باذن الله باذن الله ان شاء الله. انا يعني بشجع الزمالك جامد قوي، فباذن الله باذن الله باذن الله يكون في مساحات ان شاء الله. جميع مباريات الزمالك القادمه مباراه كؤوس، نتمنى فوز الزمالك طبعا فيها، وان شاء الله ان شاء الله الزمالك يفوز بكره ان شاء الله 2-1، والاداء يبقى مشرف بالنسبه للعيبه كلها. فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره البنك الأهلي مساء غد الأربعاء بمنافسات الجولة رقم 22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، والتي يحمل الفارس الأبيض لقبها في الموسم الماضي. الزمالك يواجه واحد من أبنائه خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي في منافسة فنية قيمة بينه وبين البرتغالي فيريرا من خارج الخطوط. وواجه الزمالك خالد جلال في 4 مناسبات سابقة، وحقق الفارس الأبيض فوزاً وحيداً كان في الدور الأول للدوري من عمر الموسم الماضي برباعية أمطر بها لاعبه شباك البنك الأهلي. على الرغم من عدم تذوق خالد جلال طعم الانتصار على الزمالك، إلا أنه ظفر بثلاث تعادلات ثمينة اقتنصها من فم الأسد الأبيض. التعادل الأول كان خلال ولاية خالد جلال لنادي زد تحت مسماه السابق FC مصر، وذلك في الدور الثاني للدوري موسم 2019-2020، بينما كان التعادل الثاني إيجابياً بنتيجة هدف لكل فريق في ختام منافسات الدوري للموسم الماضي، وهي النتيجة التي تكررت بين الطرفين في الدور الأول للدوري الموسم الجاري. ورجعنا لكم مرة أخرى، ورحب بضيفي المتميز جدا ماهر جنينة والكرة الأفريقية والعربية. ازيك يا ماهر؟ ازيك يا كابتن؟ أخبارك إيه؟ كله تمام؟ بخير الحمد لله، كله تمام. طيب نبتدي معاك بأخبار كده سريعة، بطولة أفريقيا اللي جاية اللي إحنا دلوقتي لعبنا ماتشاتها مع أثيوبيا ومع طبعا غينيا، هتقام فعلا في كوت ديفوار ولا ممكن برضو زي ما حصل مع الكاميرون تأجيلها، تغيير الملعب؟ بص يا كابتن، انا زي ما قلنا هنا واتكلمنا في شهر فبراير العام الحالي، قلت لحضرتك البطوله مش هتتلعب العام المقبل، البطوله هتتلعب
في 2024، وبدات كل الناس حتى تقول لا البطوله في ميعادها. لا، اللي انا باكده لك والقرار متاخد اصلا منذ شهر فبراير في العام الحالي ان البطوله هتكون 2024. حتى الان لم يتخذ اي قرار رسمي في الموضوع. في اجتماعات لجنه تنفيذيه خاصه بمكتب الاتحاد الافريقي هتكون في اغسطس في تنزانيا، ومن خلالها هيتم اتخاذ القرار الخاص بالبطوله. طيب، معايا على التليفون، طبعا تليفون مهم جدا، مع الاستاذ مجدي سخا رئيس اتحاد المحامين العرب. يا استاذ مجدي، ازي حضرتك؟ خير بيه، ازيك؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ربنا يخليك. سعيد بوجود حضرتك معانا على التليفون. انا عارف ان انت خليك يا كابتن خالد، نجم الزمالك العظيم. الله يخليك. عارف ان حضرتك من السويس، والسويس بلد الرجال وبلد التضحيات. الله يخليك. استاذ مجدي، عايز اكلمك على موضوع التنمر والعنصريه اللي اصبح منتشر في على السوشيال ميديا وبين برضو بعض المشجعين في الكوره. يمكن شفنا مشجع مصري عايش في الكويت تنمر غير طبيعي على شيكابالا وبعض لعيبه الزمالك. ايه الموقف القانوني؟ اتفضل. انا شفت الفيديو وسمعته وصدمت صدمه غير طبيعيه من تجاوز الغير مسبوق. تجاوز الحقيقه خطير جدا. وانا بطمن الكابتن شيكابالا، انا اتصلت برقيب الكويت ولن اترك هذا الشخص الا لما شيكابالا ياخد حقه. لو دعا الامر ان انا هسافر شخصيا للكويت عشان ناخد اجراء ضد هذا التنمر، واسف في التعبير، قله الادب الغير مسبوقه. ما اعرفش هو عايز ايه. كلام غير طبيعي، وكلام ناس مش طبيعيه ومش اسوياء. ويمثل جريمه في قانون العقوبات. صحيح، واعتقد هو يعتبر جريمه كمان في القانون الكويتي لانه عايش على ارض الكويت. ايوه، القانون الكويتي 99% منه وفقا لقانون العقوبات في مصر. صحيح. واعتقد في ناس كتير كمان تم ترحيلهم من الكويت بسبب كلام على اليوتيوب او كلام على الفيسبوك. بالظبط، هناك ما عندهمش هزار في المسائل دي خالص. صحيح. يعني حضرتك تواصلت مع الاستاذ شريان الشرياني، محامين الكويت في الكويت، وابلغته بالواقعه، وان شاء الله هنقدم ضده بلاغ في الكويت في القضاء الكويتي. وهنجيب لنادي الزمالك وشيكابالا حقه باذن الله. يعني شكرا جزيلا استاذ مجدي. وده طبعا قانونا هو من تجاوز، وعلى فكره دي مش اول مره، على فكره ده سبق له انه عمل ده اكتر من مره، وكمان اعتذر ان دي مش اول مره. وانما المره دي ان شاء الله هتبقى قضيه. لانه قبل كده اعتذر وقوبل اعتذاره لانه عايش بره مصر ويعني بياكل عيشه هناك وبتاع، وناس تفهمت ده، لكن للاسف بعد الاعتذار بيعاود مره اخرى الشتم واللعن والعنصريه والتنمر والتقليل. كلام غير مسبوق، كلام مش ممكن. مش ممكن حد من الجمهور يبقى كده. بالظبط. يعني كلام يعني ما فيش حد عنده نصف عقل يتحدث بهذا الحديث وبهذه اللغه وبهذا الحوار. صحيح. استاذ مجدي، انا بشكرك جدا وبشكرك على مداخله حضرتك القيمه، وبتمنى لك دايما التوفيق. الو، تمام. شكرا جزيلا استاذ مجدي سخا، طبعا رئيس اتحاد المحامين العرب، واللي اكد انه تواصل مع نقيب المحامين في الكويت، وانه هيكون خلال ساعات قليله هيتم رفع قضيه ضد هذا المتنمر وصاحب الكلام العنصري، ولابد ان يكون هناك قرار، لان البني ادم اللي بيتجاوز ويعتذر عن تجاوزه فلابد ان يتعلم، لكن للاسف من الواضح ان هو بني ادم متجاوز طول الوقت، وقبل كده اعتذر وتقدم باعتذار. وانا مره واثنين وثلاثه اطالب، يعني اذا كان له علاقه بناس جوه المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي او بيتصور مع كل الناس داخل النادي الاهلي، لابد ان يكون هناك قرار من النادي الاهلي ضد هذه الاشخاص اللي بتؤدي الى الفتنه والتعصب والتنمر والعنصريه والتقليل. وهذا ليس مبادئ النادي الاهلي ولا قيم النادي الاهلي ولا قيم اهلي وزمالك في بلد واحده بيلعبوا في تنافس شريف ما بينهم. شفنا العلاقه ما بين اللعيبه تبقى عامله ازاي، وشفنا الناس دي اللي بتحاول انها تولع الدنيا
وتعمل فتنه ما بين الجمهورين. من حقك زي ما قلت لك انا اتكلم في الكوره اعلامي، اتكلم في الكوره، الكوره ضربه جزاء مش ضربه جزاء، الكوره حلوه الكوره وحشه، هجمه حلوه هجمه وحشه، وات ايفر، نتكلم في الكوره اتكلم في الكوره زي ما انت عايز، قول اللي انت عايزه. لكن كمان البني ادم اللي هو قليل الدين اللي بيروح لكمان لمرحله خلق الله، بنتكلم للتريق على خلق الله، ده بني ادم بلا دين يعني، ولا بد ان يكون هناك عقاب. من امن العقاب اساء الادب، وده اللي بيحصل للاسف من ناس كتير جدا من ضمنهم هذا الشخص. معلش يا ماهر ونرجع لك مره اخرى، وانت عارف العنصريه في العالم عامله ازاي. اكيد اكيد، واكثر من لاعب يعني تعرض لموضوع من العنصريه، كاليدو كولوبالي في الدوري الايطالي وفي نابولي من صحيح. موسمين ومبابي. تقريبا مبابي احسن لعيب في العالم، اكثر من لاعب، وفي عقوبات كانت عقوبات قاسيه على الجماهير صحيح. هناك في الدوري الايطالي صحيح. نرجع تاني لموضوع يعني كوتيفوار وتنظيم البطولة. زي ما قلت لحضرتك كان في زيارة من باتريس موتسيبي، راح قابل رئيس البلاد، والزيارة كانت زيارة علنية، لكن نتائج الزيارة كانت نتائج سرية. النتائج السرية هي تأجيل بطولة الأمم الأفريقية ل 2024، وده قرار الفيفا هي اللي عايزاه بالاتفاق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. من الواضح إن احنا رايحين في سكة تأجيل البطولة لمدة عام لتقام في يناير 2024، هيتم الإعلان عن ده تحديدا في الفترة في أغسطس في اجتماعات المكتب التنفيذي في تنزانيا. من الواضح أن كوتيفوار زي ما احنا شايفين وأمامنا على الشاشة يعني مستعدة بشكل جيد، ملاعب وبنية تحتية قوية، وحتى الملاعب الجديدة والإنشاءات والفنادق والمستشفيات الوضع هناك منتهي تماما، وتقدر تلعب البطولة من بكرة. طب أسألك سؤال يا ماهر، ما هو الفارق ما بين دولة الكاميرون واستعداداتها ودولة ساحل العاج أو كوتيفوار؟ انت يعني حتى كوتيفوار بيلقبوها بفرنسا اوروبا، باريس اوروبا بالظبط، بيلقبوا كوتيفوار بباريس اوروبا، اقتصاديا اقوى، بنيه تحتيه اقوى، ملاعب اقوى، ملاعب فنادق اقوى، فنادق اقوى، كل حاجه في كوتيفوار بتتميز بفارق كبير عن الكاميرون. الكاميرون دوله محوريه اقتصاديه قويه في افريقيا، لكن البنيه التحتيه مش بالقوه لو بنقارنها بقى بكوتيفوار، مش قويه زي ساحل العاج، والفنادق برضه الفنادق مش نفس القصه. هناك في يعني في قلب العاصمه ياوندي في الكاميرون ممكن تلاقي 2 فندق اقامه هم فقط اللي تقدر تقعد فيهم في العاصمه، في قلب العاصمه. هنا في ساحل العاج بقى يعني في ساحل العاج لا، ممكن تلاقي سلسله فنادق على يعني اكتر من سلسله فنادق عالميه متواجده هناك، ممكن تلاقي 10 فنادق بالزبط. تقدر يعني تقدر بالزبط. تقعد فيهم الفرق تقدر تقيم فيهم هناك في بطوله الامم الافريقيه. يعني عايز اقول لك الفنادق يعني ممكن تكون نجمه حتى او نجمتين، زي الفنادق النجمه والنجمتين في مصر، ده بالنسبه لهم فندق بيقيم هناك فيه اللعيبه. لكن هي زي ما قلت لحضرتك من الواضح البطوله في اتجاهها للتاجيل لعام 2024، والاقتراح بقى من الفيفا لو البطوله دي تاجلت بطوله الكاس العالم للانديه المكبره، بطوله مكبره هتبقى كام فرقه؟ ممكن 12 ممكن 16 فريق، دي هيكون في اكتر من فريق في افريقيا، اكتر من فرقه من افريقيا. دي كلها مجرد اقتراحات، يعني نسخه دوري ابطال افريقيا العام المقبل ممكن تكون من اهم النسخ للفرق في القاره الافريقيه، عشان من خلالها لو تم عمل بطوله كاس العالم للانديه بفرق اكبر هتكون بطوله مهمه، ممكن يصعد من دوري ابطال افريقيا فرقين او ثلاثه. لو 12 اعتقد هيبقى فرقتين بس من افريقيا يعني، لو احنا فرقتين من افريقيا وفرقتين من اسيا ادي اربعه، وعلى الاقل مثلا هيكون في ثلاثه او اربعه من اوروبا ادي ثمانيه، واثنين اثنين ممكن من امريكا الجنوبيه واوكيانوسيا وكده يعني ممكن يعني فاهم، ما اعتقدش اكتر من اثنين من افريقيا يعني، هو لو 12 مش هيبقى اكتر، حتى لو اثنين يعتبر برضو رقم يعني اثنين من افريقيا اثنين من اسيا ادي اربعه، وثلاثه من اوروبا مثلا ادي سبعه، واثنين من امريكا الجنوبيه ادي تسعه، ومعرفش واحده من يعني امريكا الشماليه وواحده من اوكيانوسيا ادي 11 يعني، ممكن في بتلعب في الرينج ده. ده اقتراح من انفانتينو، ده اللي انفانتينو بيفكر فيه، وعايز يخلي شكل بطوله كاس العالم للانديه بشكل مختلف تماما عن بطوله كاس العالم للانديه اللي بتتلعب بشكلها الحالي اللي بيصعد بطل كل قاره يشارك فيه. طيب احنا سمعنا امبارح ان الاتحاد الافريقي سمح لغايه يوم 30/7 بارسال القوائم يعني بالظبط للفرق المشاركه في البطوله الافريقيه من دلوقتي على فكره، ممكن يبعت لغايه يوم في دوريات كتيره يعني بالظبط، لان دوريات كتيره خلصت، دوريات كتيره خلصت، وفرق يعني البطوله العام المقبل واضح ان هي هتكون بطوله قويه فعلا. ليه بقى يعني مثلا هتيجي تتكلم ان شفنا فرق انجولا كانت متفوقه العام الحالي اكيد هتتحسن السنه الجايه يعني، النهارده بترو اتلتيكو واوجوستو
الاول من اغسطس الاثنين في الدوري الانجولي وهيشاركوا في الكونغو الديمقراطيه مازيمبي وفيتا. النهارده مازيمبي الراجل بقى بيحاول يلم الفرقه، يرجع بقى الجيل القديم بتاع مازيمبي بعد ما وصلوا للمباراه النهائيه وكده يعني، ويرجع بقى جيل قوي كنا بنشوفه ما شفناهوش من 2015، بيجيب بقى لعيبه بعد ما وصلوا الدور قبل نهائي سوري يعني اورلاندو ونهضه بركان هم اللي وصلوا. اورلاندو ونهضه بركان كانوا في نهائي الكونفدراليه. الراجل بيرجع يعني اخر بطوله تقريبا خدها مازيمبي 2015 مع باتريس كارتيرون كان الدوري ابطال افريقيا. خد بالك مازيمبي صاحب افضل انجاز في كاس العالم للانديه لفريق بطل 2010، والرجاء طبعا وصل للنهائي بس كان منظم بالظبط، لكن مازيمبي وصل للمباراه النهائيه كمان انتر ميلان. انتر ميلان في 2010 وكان معاهم نضاين مدرب السنغالي على ما اتذكر، هو اللي كان بيقود الفريق في الوقت ده، نتيجه ثقيله اعتقد في النهائي 3-0 ولا 4-1 بس كانوا عاملين بطوله يعني رائعه يعني فريق مازيمبي. صحيح. فالراجل رئيس النادي دلوقتي مويس كاتومبي بيحاول بقى يجيب بيساعد لعيبه من الاكاديميه عنده، ابنه واحد من اكبر وكلاء اللعيبه بدا يجيب لعيبه مميزه تنضم لفرقه مازيمبي، وفرقه فيتا كلوب هي كمان هتكون متواجده يعني في البطوله. طيب. عندنا سان داونز وكيب تاون الاثنين خلاص خلاص اول والثاني اورلاندو لسه في الكونفدراليه وسان داونز على فكره بقى السنه دي ابن مويس كاتومبي رئيس النادي عايز بقى يعمل تدعيمات قويه جدا فعلا عايز يعمل تدعيمات هيتقل فرقته يعني عايز يتقل على فكره كمان عزيز اعتقد الرئيس الجديد لنادي الرجاء رجل اعمال من اغنى الاغنياء على فكره وهيحط فلوس من جيبه وقرر ان هو يشتري لعيبه اكيد يعني وفتح الباب للعيبه اجانب وشراء لعيبه من الدوري المغربي يعني لتقويه فريق الرجاء يعني حتى البطوله المغربيه النهارده بتتكلم على فرق 3 نقط بين الوداد والرجاء 56 و53 والبطوله يعني الوداد بطل دوري ابطال افريقيا النهارده الرجاء بينافسه كمان في البطوله المغربيه والرجاء بينتصر في البطوله المحليه على الوداد. طب لو احنا بنتكلم على الرجاء والوداد انا هروح لك بس طالما انت فتحت المجال يعني هناك سخط كبير جدا من جماهير الوداد على رضوان جيد بسبب احتسابه ضربتي جزاء واحتساب تسلل غير موجود، بجانب ايضا ان ابتدى بتعرف القيل والقال هناك الرجاء بعديها يتعادى مع شباب المحمديه وهناك ضرب جزاء 100% لشباب المحمديه لم يحتسب وكلام على التحكيم برضو يعني وشايف شايف المباراه دي عامله ازاي. هو من الواضح ان كان في اخطاء تحكيميه الوداد ما كانش في ادائه او في فورمته طبيعي بعد نشوه الانتصار الكبير على النادي الاهلي وتحقيق دوري ابطال افريقيا مستوى الفريق يعني نزل شويه بس هم كسبوا الماتش اللي فات 3-0 كسبوا الماتش اللي فات 3-0 لكن خساره برضو ان هم من الرجاء من الرجاء والرجاء بينافس دي كانت احد الاخطاء التحكيميه في الفرقاء في اللقاء حسب دي تسلل حسب دي تسلل يعني رضوان جيد حسبها تسلل حتى مجموعه ما هو مش اللي حسبها اكيد المساعد المساعد بس المساعد. على فكره من المفترض القانون بيقول ان ويت اند سي يعني انتظر ولو جت جون حتى هيروح للفار لان هم عندهم فار بالظبط المفروض ان هم المغرب من اوائل الدول اللي دخلت تقنيه هو الفار هو تسرع يعني حكم الرايه تسرع بشكل كبير ورضوان جيد خد القرار حتى مجموعه الوينرز الجماهيريه لفرقه الوداد اصدرت بيان وقالت في البيان ان يعني مجمل اللي ما في البيان ان رضوان جيد كان متعنت مع فرقه هم دايما في الوداد بيعتبروا رضوان جيد ضدهم حتى دي كمان يعني في شك ان هي تكون ضربه جزاء في شك ان هي تكون ضربه جزاء واتحسبت ضربه جزاء والرجاء قدر يكسب اللقاء 2-0 النهارده البطوله بقى يعني الفرق اصبح 3 نقط النهارده الوداد يقع ماتش واحد خلاص الرجاء بيقرب منه بشكل كبير صحيح. وده اللي مخلي البطوله في المغرب ليها شكل خد بالك البطوله في المغرب طول الوقت الجماهير مليانه على الاخر حتى اولمبيك اسفي اللي هو بيدربه كابتن طارق مصطفى كان الماتش اللي فات بيلعب الجيش الملكي الملعب فول كامل العدد وتعادلوا هي البطوله المغربيه دايما الجيش الملكي على فكره رقم 3 في البطوله يعني بعد الوداد والرجاء هو رقم 3 فريق قوي جدا وماليا يحتكم على اموال وعندهم عناصر بالظبط الماتش اللي جاي بقى ماتش الرجاء هيلعب اولمبيك اسفي كابتن طارق مصطفى في الرجاء وهي طبعا هو في عرض اي نقطه الرجاء مش عايز يخسر وفي نفس الوقت طارق مصطفى مش عايز يخسر عشان يبقى في الدوري الرجاء النهارده يعني بينه وبين بطل الدوري 3 نقط صحيح يعني مسافه قريبه جدا وبينافس وهو وانتصاره على الوداد عاطيله دافع كبير جدا ان هو ينافس على اللقب. ساديو ماني يعني انا صراحه مصدوم ان ساديو ماني هيمشي من ليفربول.
هو ماشي خلاص يعني ماشي. انا مصدوم لان السنه الجايه انا شايف ان ساديو ماني ده كان حل من الحلول الرائعه لليفربول وكان بيصنع اهداف وبيجيب اهداف وحاجه رائعه. يعني هقول لك حاجه بس خليك صريح معايا، من ضمن اسباب رحيله عن الفريق محمد صلاح. وارد، ليه لا؟ ممكن يعني ان العلاقه ما بينهم علاقه مش وديه قوي، وكان الاختيار ما بينهم لا محمد صلاح لا ساديو ماني، ورحيل ساديو ماني والموافقه على رحيله قبل سنه من نهايه عقده، ما هو زيه زي محمد صلاح على فكره، اكيد يعني عقده هينتهي بعد سنه، أكيد هما الاثنين مع بعض، أكيد. بس هما زي ما يكونوا ايه بيمشوا ساديو ماني عشان عايزين يجددوا لمحمد صلاح. النهارده يعني اكيد ساديو ماني انتقل لبايرن ميونخ بمقابل مادي، هل ليفربول في احتياج للمقابل المادي ده؟ اعلن عن المقابل حوالي 90 مليون تقريبا، 90 مليون ياه. يعني انك تترك لاعب بحجم ساديو ماني، اللاعب الافضل في القاره الافريقيه في الوقت الحالي، اللاعب اللي هيلعب كاس عالم مع السنغال، اللي عامل انجازات كبيره في القاره الافريقيه، بطل بطوله الامم الافريقيه مع السنغال ووصل فرقته كاس العالم، انك تتركه في الوقت ده تحديدا وانت تكون محتاج له، لا الموضوع في حاجه. ساديو ماني نفسه تصريحاته اللي كانت في ماتش بنين، شفنا ساديو ماني في ماتش بنين في التصفيات طلع في المؤتمر الصحفي واتكلم وقال انا مش لاقي التقدير من اداره ليفربول. التصريح ده يعني بعد ما ساديو قاله كان فيه هجوم كبير جدا من جماهير ليفربول على ساديو ومن جانب الصحافه الانجليزيه. ياه ساديو على يعني طول ما كانوش معاه، ما كانوش معاه، كانوا ضده. طلع نفى قال انا كنت بهزر. ساديو لاعب بسيط، يعني لاعب بسيط، عايز اقول لحضرتك عفوي، يعني عفوي. عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني رئيس لجنه الارث في قطر، انا مش متذكر اسمه بالظبط، لكنه كتب على تويتر قصه كده، قال ان ساديو كان اثناء بطوله كاس العالم للانديه في قطر، ساديو اول ما وصل قطر بدا يسال، قال انا عايز امام مسجد سنغالي. واحنا عارفين يعني في السنغال في نسبه كبيره من صحيح. المسلمين، وقال انا عايز تحديدا امام مسجد السنغالي، وكان امام المسجد السنغالي ده المسجد بتاعه بعيد جدا عن مقر اقامه ليفربول، وكان ساديو بيروح له كل يوم. الناس اكتشفوا بعد كده انه كان بيروح لامام المسجد هناك عشان يشوف الجاليه السنغاليه المقيمه هناك والعمال اللي متواجدين هناك احوالهم ايه وحياتهم عامله ازاي، وتبرع لهم بمبلغ كبير جدا بمقابل مادي كبير جدا. على طول بيعمل كده على طول يعني. الصراحه انا شفت ده بعيني وانا في السنغال وحكيت لحضرتك عليه قبل كده. لا هو ساديو على طول، لكن هو بيتكلم بيقول ان هو مبسوط بقى في بايرن وفرحان حتى بالتوقيع لبايرن. طيب صامويل ايتو طلع عليه حكم في اسبانيا بسنتين 24 شهر سجن مع ايقاف التنفيذ لتهربه من الضرائب من 2006 ل 2009 اثناء لعبه لبرشلونه. ايه القصه دي وايه ايقاف التنفيذ، وهل لابد ان يسدد المبالغ اللي عليه ولا ايه؟ مش بس صامويل ايتو دلوقتي معاه مشاكل كبيره جدا من اول ما بقى رئيس اتحاد الكره في الكاميرون، اصبح رئيس اتحاد الكره في الكاميرون. يعني من 2006 ل 2009 الحكم يطلع يوم 2022؟ ما انا هحكي لحضرتك يعني ايه اللي بيحصل مع صامويل ايتو حاليا. اللي بيحصل مع صامويل ايتو حاليا ان هو النهارده صامويل ايتو بعد ما اصبح رئيس الاتحاد الكاميروني لكره القدم وجاب النائب بتاعه او السكرتير العام للاتحاد، الحكومه في الكاميرون وجهت تهم فساد للسكرتير الخاص بصامويل ايتو، وهو الان موضوع تحت الاقامه الجبريه في الكاميرون، ما بيتحركش من مكانه. تمام. صامويل ايتو كان طموحه اكبر من مقعد كرئيس للاتحاد الكاميروني كره القدم، وكان ليه يعني تطلعات اخرى داخل البلاد. هو طموحه واضح انه كلاعب لم يتوقف عن ان هو لاعب كاميروني، يعني بالظبط ده بقى من افضل لعيبه العالم. بالظبط. لا وطموحه كرئيس الاتحاد الكاميروني هو عايز حاجه، طموح اللاعب هيبقى زي طموحه في بالزبط. يعني هو ان هو مش عايز يبقى رئيس الاتحاد الكاميروني بس. ما هو طموحه كلاعب وصله للعالميه، هو عاوز يوصل لمكانه برضو، عايز يوصل لمكانه كبيره. بدات الناس هناك تعمل شكاوي للجنه الاولمبيه الكاميرونيه وبداوا يشككوا في الانتخابات، وفي قضايا منظوره كبيره جدا داخل الحكومه الكاميرونيه. وعلى الجانب الاخر الملف الجزائري في داخل المحكمه الرياضيه في شكاوي مقدمه تحديدا ضد صامويل ايتو، ضد الشخص اللي متواجد معاه اللي تحت الاقامه الجبريه حاليا في الكاميرون. وعلى الجانب الاخر بدات تظهر قضايا ثانيه ليه بالنسبه له، تهرب ضريبي في اسبانيا، هو قال ان وكيله السبب في الموضوع ده، وخصوصا ان صامويل ايتو القضاء الاسباني بيقول طالما انت ما عليكش احكام او سوابق قبل كده فالحكم السجن مش بيتنفذ، هتدفع العقوبه بس، وهو هيدفع الغرامه فعلا صامويل ايتو هينفذ الغرامه، لكن الايام القادمه ممكن ما الاقيش صامويل ايتو اصلا رئيسا للاتحاد
الكاميروني. طيب نروح لمدرب منتخب مصر اللي هو ماسك الملف بتاعه كابتن حازم امام. يعني ايه القصه؟ انا عرفت خلاص ان باتريس بوميل ده مش متواجد خلاص، مش موجود في ولا للاهلي ولا للمنتخب يعني، وان ما زال المفاوضات جاريه مع كارلوس كيروش. يعني كارلوس كيروش هما يعني الناس في اتحاد الكوره اكيد مش راي كابتن حازم لوحده، اكيد بيبقى راي مجموعه ان هما شايفين كارلوس كيروش هو الانسب في الفتره دي ان هو يتولى الاداره الفنيه. انا اللي انا عرفته ان كارلوس كيروش طالب مبلغ مادي كبير ممكن يوصل ل 160 الف دولار بالمساعدين، وان هو دلوقتي بيقضي اجازه في موزمبيق تحديدا لان هو اصوله كان بيقال ان هو كان تعبان شويه، جاله زي فيروس كده وبتاع وتعب شويه وبعد ورجع وفي تفاوض دلوقتي معاه. يعني وهو حتى طالب مقابل مادي كبير والناس شايفه كان بياخد حاجه و70 الاول الف دولار، كان بياخد دلوقتي عايز بيقول لك بالمساعدين 150 الف دولار، 160 طالب 160 بالمساعدين، مبلغ كبير قوي. هو ما عملش انجاز يعني، بس ما وصلش كاس عالم مثلا، ما عملش اي انجاز. انا عند رايي، ما زلت عند رايي في كارلوس كيروش مدرب لم يصنع اي انجاز لكره القدم المصريه سواء في بطوله امم افريقيا، وشفنا ايه اللي حصل في المباراه النهائيه كمدرب في وصولنا للمرحله النهائيه لكاس العالم، برده ما فيش اي انجاز فيها. وكمان حتى في البطوله العربيه ويحسب له ان في بعض اللعيبه قدر يظهرهم بشكل جيد، منتخب مصر بيستفاد منهم، لكن غير كده ما اعتقدش ان هو عمل حاجه لصالح الكره المصريه. طيب نروح انت كنت تقول لي في مفاجاه للجزائر، هتقولها لي. لا هو يعني انا اقول لك رئيس الاتحاد الجزائري القادم بنسبه كبيره روروا هيعود مره اخرى رئيس الاتحاد. لا والله روروا هيرجع تاني؟ انا بروح لك دي معلومه عندي ان روروا بنسبه يعني 100% هيكون رئيس الاتحاد الجزائري كره القدم. هيكون رئيس الفتره اللي جايه، هيكون رئيس الاتحاد الجزائري القادم في الجزائر. في موضوع تاني في تونس. ايه التدخل الحكومي بقى اللي في تونس ده؟ احنا سمعنا ان يعني بص اقول لك ملخص القصه في تونس ايه اللي بيحصل بالظبط. وزير الشباب والرياضه في تونس كان في مشكله في احد اللقاءات بين بتلعبوا النتائج بين فرقتين في الدوري التونسي بدون ذكر الاسماء، والراجل قال احنا يعني هنحقق في الموضوع ده او هنتكلم في الموضوع ده. فوديع جريء رئيس الاتحاد التونسي مش عايز اي حد يتدخل في كره القدم في تونس، مباشره اتجه لفيفا وكلم مع الفيفا قال لهم في تدخل حكومي عندنا هناك ومحتاجين يعني زي رساله تهديد كده. ده اللي وديع جريء زي ما كان بيحصل عندنا كده بالظبط، ساعات بيبعت لنا جوابات كده بالظبط لكن ممنوع وكده. بالظبط، والفيفا اتكلمت فعلا ووزير الرياضه في تونس طلع واتكلم قال ما فيش اي تدخل حكومي، ملف الكوره كله مع الاتحاد التونسي. وحكايه طب خد بالك هم رايحين كاس عالم يعني. بالظبط رايحين كاس عالم خايفين يعني وديع جريء. بس وفي النهايه ايه اللي حصل؟ لا خلاص، لا اكيد تونس متواجده في كاس العالم. لا لكن بالنسبه للفرقتين اللي هم بيتلعبوا في المباراه مفيش يعني مفيش كلام هيتاخد او اي قرار هيتاخد الا من قبل الاتحاد كره القدم في تونس. طيب محمد بن رمضان لاعب تونس واللي خد افضل لاعب في بطوله اليابان مع المنتخب التونسي جاي له عروض. محمد بن رمضان يا كابتن يعني عامل اداء كبير جدا يعني اسمه محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان عامل اداء من الاداءات يعني الكبيره جدا، حتى متالق مع منتخب تونس مع جلال القدري تحديدا. وفي لقاء بقى يوم الخميس القادم الترجي هيلعب مع النجم الساحلي. تمام. يوم الخميس المقبل محمد بن رمضان في وفد من رين الفرنسي. رين الفرنسي جاي يتفرج على محمد بن رمضان وتوجاي الاثنين. توجاي ده اللاعب اللي هو الكونغولي او اللاعب الجزائري توجاي. وخصوصا ان بدران جاي له عرض في الدوري السعودي هيمشي من الترجي. عبد القادر بدران هيمشي ويروح الدوري السعودي، لكن بنسبه كبيره. وانا بقول لك يعني محمد بن رمضان هيلعب في الدوري الفرنسي خلاص يعني يعني خلاص يعني نوت انتقاله لاستاد رين اصبح يعني. طيب هو اخبار الدوري التونسي ايه؟ جدول الدوري الترتيب ايه؟ يعني الدوري التونسي حاليا في الترجي في الصداره ب 20 نقطه، دي بقى المرحله الثانيه من الدوري التونسي. الترجي في الصداره ب 20 نقطة، والمونستير في المركز الثاني ب 18 نقطة، كل منهم لعب 8 ده فرجاني ساسي قدامنا ده. دي تدريبات منتخب تونس، وفوز منتخب تونس ببطولة كارن يعني اللي في اليابان. فاز على تشيلي 2 وعلى اليابان الشوط الثاني 3-0. يعني جلال القدري حتى اللي امامنا على الشاشة دي عطت ثقة كبيرة جدا طبعا كمدرب محلي للشارع التونسي كمان. وللشارع التونسي ولجلال القدري تحديدا، لان الناس كتيرة شككت في قدراته وكلام كتير اتقال ان هو مش هيكون متواجد داخل المنتخب تونس. في بطوله عربيه السنه دي؟
لا حتى الان يعني ما فيش اي قرار بالنسبه للموضوع بتوع، بس اعتقد الدنيا هتكون صعبه في يعني عدد كبير جدا من البطولات. الدوري المغربي غد دلوقتي زي ما انت قلت، الوداد في المركز الاول 56 فرق 3 نقاط عن الرجاء 53. حاجه بقى، طالما اتكلمنا عن المغرب، المغرب خلاص هتستضيف حفل افضل لاعب في القاره الافريقيه، هيكون يوم 21 يوليو. خلاص ال 21 يوليو اللي جاي، 21 يوليو فتره التقييم بقى يعني بالظبط بعد شهر. هم هيقيموا اللعيبه بقى ازاي؟ النهارده هيقيموا اللعيبه على اساس الفتره من سبتمبر ليونيو. اللعيبه اللي عملوا ارقام او انجازات في الفتره دي، من فتره سبتمبر العام الماضي الى يونيو العام الحالي، من الواضح ان ساديو مين احسن لاعب في افريقيا من الاخر؟ ساديو ماني. يعني ساديو ماني احسن لاعب في افريقيا، ساديو ماني، ويستحق ان هو مين احسن نادي؟ يعني الوداد اكيد، الوداد احسن. مين احسن مدير فني؟ والله في اكتر يعني من مدير فني، وليد الركراكي. وليد الركراكي يعني بكلمك في الجوائز اللي في المغرب والبطوله وحاجات. بس انا حاسس يعني اللي هياخد جائزه افضل مدرب ممكن ياخدها توم ستيفنت مدرب جامبيا. لا انا بقول لك ان احسن وليد الركراكي. يعني انا وتوقعاتي اكيد يعني. اكيد يعني. طيب افضل لاعب صعد تفتكر مين؟ هو كريم كانوتي اللي هو لاعب اسك ابيدجان. بص يا كابتن هحكي لك، كريم كانوتي ده شفناه تألق ازاي مع اسك ابيدجان وكسر الدنيا وعمل ايه؟ احنا ما شفناهوش، انا مش عارفه بصراحه. لا كسر الدنيا مع اسك ابيدجان في الدوري الافواري، وكان ولعب حتى مع منتخب كوتيفور، كان بيبقى متواجد على دكه البدلاء. ما فيش اي حد فكر في لاعب زي ده، ما فيش اي حد في مصر في المنطقه العربيه فكر في لاعب زي ده. راح فين بقى؟ راح النمسا. الخطوه اللي بياخدوها ريفرنج النمساوي بيدي اعاره لسالزبورج وبعد كده بيرجع تاني، والخطوه الثانيه هتكون في الدوري الانجليزي في ساوثهامبتون. لعيب جامد؟ لعيب جامد جدا، عنده 18 سنه، هداف الدوري الايفواري، تألق مع منتخب كوتيفور وتألق مع اسك ابيدجان، ممكن خلال سنتين نشوفه في الدوري الانجليزي. طب مين هيكون افضل؟ 600,000 يورو، اشتروه ب 600,000 يورو بس. طب مين افضل لاعب في الدوري المحلي؟ افضل لاعب محلي في افريقيا يعني متواجد. لا في دوري ابطال افريقيا يعتبر، يعني في اكتر من لاعب متواجد في البطوله المحليه. افتكر اصل اكيد هيبقى لا الا من الوداد لا الا من الاهلي، يعني هو الفرقتين وصلوا النهائي. يعني انا شايف في الوداد تحديدا اشرف داري تألق بشكل كبير. ده بيقول لك خلاص ده جاي له عروض احتراف. يعني لاعب تألق بشكل يعني كبير. ممكن اشرف داري ده ياخد احسن لاعب. ممكن ليه لا، احسن لاعب في بطوله افريقيا، احسن لاعب داخل القاره. يبقى اعتقد كل الجوائز هيسيطر عليها المغرب. نتمنى مصر يعني تقدر تاخد اي حاجه. مفيش حاجه. لا اعتقد افضل حارس مين هيبقى اكيد افضل، لو افضل حارس داخل القاره هيبقى تكناوتي، ولو افضل حارس خارج القاره اكيد هيبقى ادوارد مندي عشان نفوزه مع السنغال، وياسين بونو كمان، واكيد ياسين بونو هو الاخر من المرشحين. يعني المرشحين يعني. دي كانت كل حاجه عندنا النهارده. شكرا لماهر. شكرا كابتن خالد. شكرا لماهر جنينه، وشكرا لكل مشاهدينا المحترمين. هنطلع لفاصل ونستقبل فقره النقد الرياضي مع الاساتذه الكبار، الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمد رجب، والاستاذ عمر الايوبي باليوم السابع، والاستاذ ايهاب الفولي بالمصري اليوم، في فقره مميزه جدا. اوعى تروح في اي حته، يلا بينا. كيف مستوى الناشئين اللي شاركوا في مباراه القمه وتوجه رساله ليهم؟ والله مستواهم عالي جدا، واحنا جمهور الزمالك دايما بنحب ابن النادي، يعني بنحب اللعيبه اللي بتبقى طالعه من عندنا دي، احنا دايما بنبقى وراها وبنحبها وبنحب نتفرج عليها وبنحبها تشارك. هم لعيبه موهوبين، اذا كان نيمار او كان اسامه او سيف عبد المجيد، لعيبه كويسه جدا. والله هو مستواهم يقول ان مستقبل الزمالك جيد جدا، وان هم زي ما عودنا الزمالك طول عمره بيعتمد على ابنائه اللي بيطلعهم من قطاع الناشئين اكتر من اعتماده على الشراء الخارجي. يعني الحمد لله احنا محظوظين، يمكن فتره ايقاف القيد دي جت بشكل يعني ليها جوانب سلبيه بس ليها جانب ايجابي، ان احنا اتيحت الفرصه لبعض الناشئين النابغين الحمد لله زي نيمار وسيف جعفر وحسام عبد المجيد ويوسف اسامه نبيه. مستوى الناشئين حاجة تفرح بصراحة، الواحد كنت قاعد مبسوط وبتمنى في كل لحظة ان الكرة تيجي لحد من الولاد دول عشان اشوف بيتصرف في الكرة ازاي، بيعرفوا يتصرفوا ولعيبة وغيروا الماتش طبعا، ادوا للماتش فرحة وادونا لعب، فكرونا باللعب بتاع زمان، لعيبة حلوة قوي. وبعدين الواحد لازم نحافظ عليهم عشان احنا دلوقتي بنجيب ناس من بره، يعني اعتقد ان الولاد دول هيكون ليهم مستقبل احسن من اي حد نجيبه من بره. كله 100 100، هم دول اللي جابوا الماتش،
اخر كره بتاعت يوسف اللي لعبها لشيكابالا جون، وشيكابالا ده لسه شبل برضه بيلعب بيموت نفسه. نيمار رايك كيف نيمار وسيف جعفر؟ نيمار ده ما فيش زيه، احسن واحد في اللعيبه الصغيرين استاذ جعفر. وسيف جعفر ده ابن المعلم 100 100، جاب جون الماتش اللي فات ما عادش اي حد يجيبه. سيف جعفر اثبت نفسه الماتش اللي فات ده عشان دوت يوسف اسامه هايل جاي 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 يعني ما شاء الله، بصمه عظيمه. نيمار عظيم هايل، ولد ممتاز ممتاز ممتاز. لا اصلا ما اقدرش اعظم حد، لا حسام هايل جدا، وفينا فرص ثانيه ناس ثانيه كمان. لا الاربعه الصراحه ونعم الاختيار، لا رائع الصراحه يعني، كلهم كانوا اثبتوا نفسهم الصراحه في الماتشين الاخرانيين. يعني اكتر واحد عجبني جدا اداؤه الصراحه السيد نيمار، يعني 10/10 الصراحه، كان من وجهه نظري من احسن لعيبه الزمالك الماتش اللي فات. نفس الكلام على يوسف اسامه نبيه ويوسف جعفر يعني يوسف نبيه اثبت نفسه الصراحه الماتش ده بالاسيست يعني، ونفس الكلام على سيف جعفر اثبت نفسه الماتش اللي قبل اللي فات. المدرب فيرير عمل التغييرات، انا كنت متعجب، وكل الزمالكاوي كانوا مستعجبين ان ازاي ناس تطلع الشرقي ويطلع كذا لعيب للكبار، وزيزو طلع كذا حد، لما الناشئين دول نزلوا عملوا بصمه جامده. يعني انا يعني النتيجه 2-2، انا كنت عايز الزمالك يكسب، بس بعد ما شفت الناشئين يعني الحمد لله ده مكسب بالنسبه لي. اللعيبه دي لا هتعمل بصمه جامده وهيلعبوا حلو وهيأدوا جامد في الماتشات اللي جايه. والله انا فوجئت في المباراه بالدفع لبعض الناشئين اللي كانوا موجودين، منهم اسماء طبعا معروفه ومنهم اسماء مش معروفه. طبعا تجربه كويسه قوي قوي قوي، وده اللي كنت انا برضو كعضو من اعضاء نادي الزمالك وكنت لعيب في نادي الزمالك، الدفع بالناشئين، الدفع باولاد النادي، هم دولت اللي هيشيلوا النادي، هو ده مستقبل النادي، هو دوت اللي هيعمل لك نتائج. فكانت تجربه كويسه قوي قوي قوي. يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة جديدة في مشواره نحو الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2021-2022، وذلك أمام نظيره البنك الأهلي غدا الأربعاء. الزمالك يدخل المباراة وهو على قمة جدول ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة، بينما يحل البنك الأهلي في المرتبة السابعة ب30 نقطة. الزمالك واجه البنك الأهلي خلال 3 مباريات سابقة بالدوري الممتاز، وحقق الفارس الأبيض انتصاراً وحيداً مقابل تعادلين في الوقت الذي لم يتمكن خلاله البنك من تحقيق أي فوز على حساب الزمالك. المواجهة الأولى بين الطرفين كانت في إبريل من العام الماضي عام 2021، وحسمها الزمالك بفوز عريض بنتيجة 4-1، حيث سجل رباعية أبناء ميت عقبة يومها المغربي حميد أحداد هدفين، وكل من أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما هدفاً واحداً، وخيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة الختامية للدوري الممتاز في الموسم الماضي، وليلة تتويج الزمالك بالدرع الثمين قبل أن يتكرر التعادل الإيجابي في لقاء الدور الأول للموسم الجاري. ويعتلي ثنائي أحمد سيد زيزو وحميد أحداد قائمة هداف في مواجهة الزمالك والبنك الأهلي برصيد هدفين لكل منهما. الزمالك يسعى للظفر بنقاط مباراته ضد البنك الأهلي بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه لاعبوه في مباراة القمة الأحد الماضي من أجل مواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري. ويرجعنا لكم مرة أخرى ورحب بضيوفي الكبار، الكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمد رجب. أستاذ محمد زي حضرتك؟ أهلا كابتن خالد، منور بندق. بنورك، ربنا يخليك. طبعا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عمر الأيوبي. أستاذ عمر زي حضرتك؟ زي كابتن خالد، منور حبيبي، ربنا يخليك. وأيضا الأستاذ إيهاب الفولي الكاتب والصحفي الكبير بالمصر اليوم، وطبعا عمر باليوم السابع عشان ما ننساش. والاستاذ طبعا محمد رجب بالاخبار طبعا، يعني الثلاث جرايد نعتز بيهم كثيرا. يعني ازيك يا هاب؟ اهلا بيك كابتن خالد. اخبارك ايه؟ الله يخليك كابتن. كله تمام؟ زي الفل. استاذ محمد، عايز ابتدي معاك. نعم. رايك في الماتش واجواء ما بعد المباراه، ويعني ايه رايك؟ شوف يا كابتن خالد، في حاجه مهمه جدا، الفنيات طبعا اتكلمنا فيها كتير وهنتكلم فيها برضه.
لكن في حاجات مهمة جدا عايز بس ايه نحط النقط على الحروف. يلا بينا. واحد، المحبة اللي اصبحت فجأة بين الجمهورين والهتافات الراقية، المحبة اللي اصبحت فجأة بين اللاعبين سواء على ارض الملعب سواء على دكة الاحتياط، انتظار لاعب من الاهلي لشيكابالا في الممر عشان ياخد فانيلته، امام عاشور لما بيروح يحضن وليد سليمان. وليد سليمان، هل ده دي نتائج صحيح؟ اي نتائج ليها مقدمات طبعا. مين صاحب الفضل؟ المبادره كانت من نادي الزمالك. مين اللي بقاله شهر بيقول نبذ التعصب وبيمد ايده وبيقول للجمهور يا ريت يرجع يقعدوا الاثنين في مدرج واحد صحيح، ويجيب نجم من الاهلي عشان يبقى ليه برنامج مع نجم من الزمالك صحيح، كابتن مصطفى يونس، كابتن مصطفى يونس، كابتن عبد الحميد مع الزميل خالد لطيف، يبقى دي اداره الزمالك المستشار مرتضى منصور. يبقى بس عشان التاريخ يسجل ان نادي الزمالك هو اللي بدا بمبادره نبذ التعصب. وعلى فكره نبذ التعصب محتاج حلقه كامله، علشان اصل مش في يوم وليله هتعمل الصوره المثاليه اللي كلنا بنحلم بيها. اكيد طبعا، انا شخصيا عشتها. تمام. انا كنت بقعد في مدرج في اهلاويه جنبي وزملكاويه في الماتشات الاهلي والزمالك، اهلي وزمالك او في ملعب التتش وانا عندي 10 سنين. تمام. لغايه لما يعني بعد الاربعينات كمان صحيح. كنت بحضر هنا وملعب الزمالك في 100 عقبه. والله العظيم قدامنا شوبير او مصطفى الشوبير بيحضن شيكا ايوه، وشيكا بيحضر الشناوي، وهتلاقي لقطات لازم يتبني عليها يا كابتن خالد. صحيح. فانا بقول لحضرتك كنا بنقعد والله العظيم كنا نتبادل الاكل والشاي والحاجات دي، يعني في ناس جايب معاه كل واحد له انتمائه، وساعه الجون ما يجي انا بقوم عارف مين الزملكاوي بنحضن بعض، والتانيين قاعدين الاهلاويه بالظبط بيبصوا لنا كده انت عارف مستنيين برضه هم هيقوموا يحضنوا بعض. بنمشي كلنا في سكه واحده واحنا مروحين، كنا بناخدها ماشي زمان يعني مفيش بالظبط. ما هي مش خناقه اصلا، مش خناقه واخد بالك. وكنا بنيجي مثلا جمهور الزمالك تحت بيت الكابتن صالح واحنا مروحين بالظبط ونهتف شويه كده واخد بالك، وكان محل واحد ساعاتي اسمه طه اسماعيل كنا نروح برضه نهتف قدامه واخد بالك، ان مفيش قله ادب في رقي. فانا بقول احنا نبني على اللي عملته اداره الزمالك والمستشار مرتضى، نبني عليه. بس هو ناقص حاجتين يا كابتن خالد. لا يمكن نبذ التعصب الا لما تكتمل الصوره كلها الاركان كلها. المعلق يعني زمان انا فاكر علي زيور، حسين مدكور، اهلاوي ميمي الشربيني، هم دول كروانات التعليق. كابتن حماده امام لا دول كانوا اهلاويه مش كده؟ بتكلم على الاهلاويه ومحمد لطيف وحماده امام واحمد عفت وعلاء الحمولي ومحمود بكر وعلاء الحمولي. هل في معلق منهم قال اللي بيتقال اللي بنسمعه في السنوات الاخيره؟ عمرنا ما حسينا من اي معلق من المعلقين دول ان هو اهلاوي او زملكاوي، رغم ان احنا عارفين ان كابتن ميمي الشربيني اهلاوي. كابتن لا وهقول لحضرتك هو احنا لما جابوا في فتره كده كابتن ابراهيم الجويني عشان يبقى محايد صحيح اللي هو من الاولمبي، كابتن حماده ما كانش حد يحس انه زملكاوي. يعني الجمهور بيقول لك عايزين لطيف، وفي جمهور زملكاويه عايزين يسمعوا علي زور كان دمه خفيف جدا كابتن علي زور كان دمه خفيف جدا، وكابتن محمود بكر طبعا وكابتن محمود بكر احسن من قرأ الملعب في التعليق بالظبط. فانا عايز اقول ايه، المعلق دوره مهم جدا. فإذا كان هناك ناس عايزة تنسب لنفسها حتة نبذ التعصب من خارج نادي الزمالك، لا أنتوا دوركم بقى عايزين نشوف دوركم، إذا كانت الرابطة ولا غيرها، نشوف دوركم في المعلقين اللي بيستفزوا الجمهور زي ما حصل من الكابتن مدحت شلبي. أنا بحبه على المستوى الشخصي وأنا كمان جدا وهو صديق قديم، ولكن ليك اخطاء يا كابتن مدحت في هذه المباراه، اخطاء جسيمه جدا بتنمي التعصب مش بتنبذ التعصب. احنا طبعا كمان في عالم السوشيال ميديا الموضوع بيبقى صعب، اي كلمه بتتاخد واي كلمه بتتقال واي كلمه بيتم التعليق عليها وبتكبر. المحور الثاني يا كابتن خالد بعد المعلق المخرج. مخرج المباراه ما زمان برضو كان فيه مخرجين اهلاويه وزملكاويه صحيح، ما شفناش برضو الكلام الفاضي اللي بيحصل من احد المخرجين اللي معروف بالاسم. بالاسم
ومكروه من ملايين الزملكاويه في مصر. طب انت بتجيبه علشان تستفز نص الشعب المصري؟ ده يا اخي. فاللي عايز ينبذ التعصب صحيح لازم نشوف الصوره متكامله عشان نبني. احنا عملنا خطوه جميله ورائعه اللي حصل اول امبارح في ماتش الاهلي والزمالك. صحيح، مشاهد مشاهد يعني جميله جميله جدا. اما بقى من الناحيه الفنيه انا عايز بس يعني هم التركيز على بعض الاخوه والنقاد واللاعبين الكبار اللي اتكلموا وحضرتك. عايز اشيد بفريرة. احنا يعني يا جماعه احنا محدودين جنب الراجل ده. اكيد طبعا. انا شخصيا اول ما خرج يعني من شرقي ضربت كف على كف. ايه ده؟ ايه ده؟ وبعدين زيزو وبعدين عبد الشافي. صحيح. ايه ده؟ ايه اللي بيعمله الراجل ده؟ طلع انه طبعا هنا بقى قيمه العمله الصعبه اللي بتدفع في المدرب اللي يستحقه، في اللعيب اللي يستحقه. تمام. احنا اطمنا للراجل ده، دي نمره واحد. نمره اثنين، شيكا ظاهره لابد ان تدرس. نمره ثلاثه، احنا كسبنا ما يفوق ال 150 مليون جنيه بخمس شباب. انت النهارده لو قلت ابيع واحد منهم مش هيقل عن 10 مليون جنيه. فانت النهارده بتبني ملايين على النجيله. فعشان ما اخدش بقى وقت زمايلي انا بس هكتفي بهذا القدر. تمام. استاذ عمر اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ناخد منك انت من اخر كلام اللي انت قلته اللي هو التحول اللي حصل. اللي هو من الحياه اللي هي كان فيها الاخلاق الرياضيه بين اللعيبه وبين النجوم، وزي ما الصوره اللي قبل كده شفناها اللي هي بتاعت كابتن فاروق جعفر وكابتن الخطيب وكابتن حسن شحاته والصور دي اللي فعلا ده كل ده السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بيقول بيهدد اي حد بالدمر يعني. وانت مثلا من نجوم السوشيال ميديا، انا طبعا بتابعها طبعا معاك. يعني كنت زمان النجوم اللي بتشتموا في السوشيال ميديا ليه بقى؟ كنت زمان على طول دايما تقول ايه بالتوفيق للاهلي مش عارف ماتش كذا عادي جدا ماتش افريقيا بتبقى عادي. دلوقتي عادي لو قلت كده هتشتم. اه بالظبط. وفي كتير جدا من نجوم الاهلي لعلمك اصحابنا كتير جدا بتقعد تكلمهم نفس الكلام، تلاقي لو قال اي حاجه تلاقي الدنيا بتتحول عليه. ودي راجعه برضه في ناس دلوقتي للاسف بسبب السوشيال ميديا. تخيل يا هاب دي راجعه المسؤوليه. صحابي لا اهلاويه مثلا يكون يعني اصحاب لعبنا كوره مع بعض، فمثلا يخاف يعمل معايا مداخله عشان المجلس هيزعل منه او حد من الجمهور يعرف او ما اعرفش ايه. فبقت حاجه غريبه عارف راجع ليه؟ ممكن مثلا لو في حته مكان عام مثلا ممكن ما يسلمش عليا يعني عارف لازم حد يصوره ولا ايه. اصل اقول لك على حاجه راجع ليه؟ راجع ليه؟ انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا. لما المسؤول الكبير بيتكلم بيبقى في ناس نفسها تتكلم. لما يشوف المسؤول الكبير بيتكلم بيلاقي نفسه عنده ما عندوش حرج بيتكلم وباستفاضه وما بيخافش. دي مهمه جدا. لكن للاسف في مسؤولين هم مش مسؤولين بالفعل وبيحركوا ناس على السوشيال ميديا وبيحركوا لجان وبيعملوا حاجات غريبه جدا وهم اللي عاملين المشاكل دي. خد بالك بس حاليا لازم تفعل حاجه ان انت الفتره الاخيره دي بغض النظر عن كل اللي فات. بشار مطه منصور لما اتكلم اول مره وقال مبادره قال هو بيمد ايده وبعد كده قال يعني اتكلم بشكل عام بقى خلاص احنا مش عايزين فيها. على فكره النهارده القضيه تم تاجيلها، تم مد الاجل اللي هي ل 17 وفي تفاؤل خيرا نتفائلوا خيرا يعني. ماشي ده جزء قضائي احنا مش هنتكلم فيه. احنا بنتكلم في قضيه عشان هو كان بيربطه لا بتعب القضيه يعني في القضيه. لا هو مشروع طمس ولا حاسبها كده ومالوش مش حاسبها قصه ضيقه خالص. هو واخدها. هقول لك على حاجه، هو طول الوقت بيتكلم على الاهلي كويس وبيعامل الناس الاهلي كويس. واخد حاجه حتى الناس لما تيجي تتكلم في واقعيه مثلا في جماهير اهلاويه مثلا في نادي الزمالك معلش ما فيش منطق برضه بيقول في يعني نكون واقعيين. ما فيش منطق بيقول انت ماشي في نادي الزمالك وفي جماهير قاعده بتشجع الاهلي وبترقص وفرحان ان الاهلي يحط جون. ماشي دي ما ينفعش بالمنطق الطبيعي جدا. زي ما انت بتبقى في القناه هنا ما ينفعش تقول مثلا الشناوي احسن حارس في افريقيا وفي مصر وتقعد ماشي. لا طبيعي لازم تقول ان ابو جبل هو اللعيب اللي لعب كاس عالم لعب كذا، لكن احنا عندنا واحد اثنين لازم ده طبيعي. بس والله العظيم احنا هنا كمان حقنا يعني والله بنقول حتى الشناوي بيتألق بس مش كل الناس حتى في التحكيم بس مش كل الناس حقانيه. لكن انت بتيجي تتكلم القمه دي في الاخر احنا وصلنا لما في حصل مبادره من بشار مطه منصور وكان قبل القمه بساعات او بايام ليله لقيت الموضوع ده جه على الملعب لعيبه الزمالك نازله هاديه ادت فرصه لعيبه الاهلي تبادل نفس الامور. لكن السوشيال ميديا بدليل اقول لك على حاجه، ديانج لما جه بعد المباراه عايز ياخد التيشيرت بتاع شيكابالا بيواجه هجوم عنيف من جماهير الاهلي رغم ان هي واقعه عاديه جدا ويعني واحد هو لعيب بيحب لعيب بيتفرج عليه مثلا. هو للاسف الاجانب ما عندهمش الافارقه كمان. على فكره اليو ديانج شخصيه طيبه جدا جدا. انت عارف الافارقه الطيبين لعيب متميز جدا بس لعيب خلوق كده وطيب جدا، فهو بيتعامل بعفويته الافريقيه
طبعا فاهم يا ابني، مش هو هو مش متخيل ان يعني بعدين هو عمل ايه؟ يعني هو لعيب بيحبه ولا التيشيرت بتاعه او زميله يعني لقيت معجب بموهبته وبمهارته وكده وشايف انه لعيب مميز كده يعني فاهم قصدي، لكن للاسف بس واقع الحاجه احنا لازم نقف على الحواف دي واقع يعني بدايه مش شرطه مصوره مال مد ايده وقال لازم ننبذ الفتنه ولازم وننبذ التعصب وننبذ ونبعد عن كل الكلام ده، عملت فيها ايجابيات ادت فرصه ومساحه ان يبقى فيه هدوء في الملعب. نفس الوقت ديانج الخطوه اللي عملها دي فتحت مساحه برضه زي الصوره اللي انت جبتها دلوقتي، مصطفى شوبير مع شيكابالا مع اللعيبه هي المفروض على فكره. شايف الشناوي مع كابتن ايمن طاهر طبعا واقفين بيتحدثوا مع بعض، كان مدربه قبل كده في المنتخب. شفت اليو ديانج مع شيكابالا، شفت محمد شريف مع شيكابالا، شفت امام عاشور مع وليد سليمان، ولا حاجه، شفت حسامي قمصان مع اسامه نبيه عادي يعني. وبتلاقي ولا حاجه، بتلاقي في كله مثلا انت في منظومات بتلاقي فيها شغال مدربين، مدير فني اهلاوي مع مدير فني زملكاوي ومدرب زملكاوي وهكذا. دي كل دي حاجات قمه كل الحالات عشان اتكلم بشكل سريع، كلها فوائد وكلها مزايا. انا شايف ان الزمالك كان اكتر مكاسبه من النادي الاهلي في المباراه، خاصه اللعيبه الصغيره. صحيح. السبب نادي الزمالك لعب المباراه في ظروف صعبه جدا، في غيابات كبيره جدا جدا. لا غيابات، المنطق يقول ان الزمالك ما يكسبش المباراه، ما يتعادلش المباراه، لكن الزمالك بصراحه وكان متاخر كمان، خد بالك. لا يعني وكان متاخر كمان، وكان متاخر واللعيبه بص يعني التشكيله نفسها غريبه عشان ما فيش تجانس بينها، لكن في الشوط الثاني زي ما قال اسمه احمد كده فيريرا ده كوتش على الخط، كوتش على الخط بيعرف يدير المباراه بطريقه ويبقى يعني بالفعل اي صوره مستويه اللي انت شايفها دي بتاكد لك الروح اللي هي الطبيعيه اللي احنا لازم نشوفها في الملاعب دي. تمام. ايهاب انا هاخد من كلام، انا استفزيت جدا اما انا من كلامنا على السوشيال ميديا، فلقيت طفل راح اختبارات الاسماعيلي بفانيله الاهلي، وبعد كده لقيت البتاع متصور وهو بيقلعوه الفانيلا كان حاجه مرتبه يعني، وبعد كده لقيت تاني يوم خالد بيبي بيدعو اللاعب انه يجي اختبارات الاهلي، يعني انا بقيت حاسس كده ان في ايه يعني. هو طبيعي ومش منطقي ابدا ان لعيب يروح النادي الاسماعيلي بفانيله الاهلي، او لعيب يروح نادي الزمالك بفانيله الزمالك، او لعيب يروح النادي الاهلي نادي الزمالك بفانيله الاهلي، يعني مش طبيعي يعني. حتى الاب يعني طبيعي ومنطقي يعني، انا رايح اودي ابني اختبارات او دي فانيله تاني يعني، وممكن يكون انا عارف ان فيها عداوه او حاجات كده. لا يا طبعا، لا يا طبعا، ارجع لك تاني يا عمر، ارجع لك. ايه رايك في القصه دي؟ بص طبيعي جدا ان انت رايح تختبر في النادي الاسماعيلي تحترم النادي الاسماعيلي. مفيش حاجه اسمها، اولا انت داخل تستفز كل اللي موجودين في نادي الاسماعيلي، مفيش حاجه اسمها انت داخل تختبر داخل نادي وتلبس فانيله نادي تاني ايا كان مين هو النادي. هي حاجه غريبه بصراحه. طبيعي انت راح تختبر عشان انت بتحب المكان ده او عايز تنتمي للمكان ده. تمام. فانت الجواب باين من عنواني، انت من العنوان وجاي من الاول لابس الفانيلا بتاعت النادي التاني، روح النادي التاني اختبر فيه، ما تجيش تختبر في نادي الاسماعيلي. الفرد الامن او الموظف الموجود على باب النادي ممكن يكون كان اجريسيف شويه في التعامل، لكن هو بيأدي دوره بيأدي شغله، ما ينفع. طب انا اقول لك على حاجه، طب ازاي بتصورت؟ انا عايز اعرف ازاي اتصورت. انت تعرف ان في اصلا في بعض المباريات في بعض التيشيرتات ما ينفعش، يعني بتبقى ماتش الاهلي نفسه او ماتش الزمالك نفسه، فرض الامن اللي على باب الاستاد يمنعك تدخل بالتيشيرت دوت امنيا. امنيا بالظبط. فالنهارده انت داخل في وسط جمهور الاسماعيلي، يعني انت ليه بفصل جمهور الاسماعيلي عن جمهور الاهلي؟ ليه بفصل جمهور الزمالك عن جمهور الاهلي؟ ليه بخلي بين ده في حته وده في حته عشان ما يحصلش احتكاكات؟ انت رايح في معقل ومعشر الاسماعيلي ولابس فانيله النادي المنافس، مش مقبول. يا استاذ ايهاب انا عايز اسال، انا نايم. أيوه. انا نايم اهو، انا نايم اهو وهصحى الصبح اروح اختبارات، فابويا بيقول لي نام يا حبيبي ونام كويس عشان نروح اختبارات وايه تنجح في الاختبارات. انا الاب، ابني عنده 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين، هروح صاحي الصبح من البس ابني الفانيلا بتاعت الاهلي وراح الاسماعيلي؟ لا طبعا. يعني ده انا احس كانها خطه كده يعني. انا دلوقتي انا الاب بصحي ابني، انا اللي هوصله، انا اللي هاخده، مش شايفه هو لابس فانيله ايه؟ ما انا عشان كده بقول يعني لك يعني دي حاجه مش الا ده مقصود بقى. والتعامل، التعامل السوشيال ميديا جننت الناس والله. اتفضل. التعامل بتاع السوشيال ميديا وتجريم فرض الامن اللي خلاه يقلع التيشيرت ده مش مكانه هنا. فرض الامن بيأدي دوره. اداره الموضوع من البدايه للنهايه، صحفي كبير في يعني صحفي كبير في النادي الاهلي او في مجله النادي الاهلي يطلع يكتب بوست
ينتقد فيه اداره الاسماعيلي ان هي بتتعامل، لا اداره النادي الاسماعيلي ممثله في موظفين النادي الاسماعيلي شافوا الشغل بتاعهم كما يجب وفقا لتعليمات مجلس اداره النادي الاسماعيلي، هو شايف ان المكان ده ما يدخلوش غير اللي لابس تيشيرت النادي الاسماعيلي. هل بيقبل ان مش كابتن عادل القطيعي في وقت من الاوقات قال لك زملكه قناه الاهلي وقال النادي مخترق وقال يا جماعه احنا بنتفرج على الاهلي بنتفرج على ماتشات الاهلي والناس بتهيص للجون بالظبط، طب اشمعنى ليه بنكيل بمكيالين ما انت ما قبلتش؟ يا باشا كابتن محمود بكر انتقد محمد ناجي جده في قناه النادي الاهلي مشي بقى، يبقى انت هنا ما قبلتش ان انت المعيار ده يتطبق عندك. كان المفروض بقى اللي يحصل كالتالي، اول ما الضجه دي اتعملت كان الكلام اللي يطلع من المعسكر الاحمر لا النادي الاسماعيلي عنده حق، لان ده رايح اختبارات النادي الاسماعيلي المفروض يبقى لابس تيشيرت النادي الاسماعيلي او من الاول يروح يختبر في النادي الاهلي. ده انا ممكن بقى بكره كده اخد الواد ابني الصغير مروان عنده 11 سنه واروح على النادي الاهلي والبسه في نادي الزمالك هيدخلوه؟ لا سنه واروح وانا واعمل واتخفى واجيب الكاميرا واقعد اصور بقى لو عشان انزل على السوشيال ميديا. لو انت نفسك روح لا هقول لك على حاجه، انت مره انت النادي الاهلي ايام المهندس محمود طاهر انا افتكرت وجه لك دعوه في المقاويه يا نهار ابيض على اللي حصل ده جرموا المهندس محمود طاهر واعتبروه وهو مجرم حرب. انت عارف كان بيعازم الاعلاميين كلهم، فانا من ضمن الناس الاعلاميين، وكنت على فكره ما بشتغلش في قناه الزمالك، ما كنتش لابس في نادي الزمالك يا لا انا كنت بشتغل في قنوات عامه ايوه قناه عامه يعني مش ولا في الزمالك ولا اي حاجه، في قناه عامه صح تمام، وعزمني الدنيا قامت وما عادش ازاي تعزمني اللي حصل يعني. ايه بقى ساعتها ازاي تعزم واحد زملكاوي ازاي يبقى انت النهارده ده معيارك صح، ده معيارك اللي انت احنا موافقين على معيارك ما عندناش مشكله في المعيار بتاعك، المعيار بتاعك تطبقه على كل الحالات وكل المواقف المشابهه، زي مش ما تقبلش كباتن انديه مصر المختلفه تحضر مناسباتك يبقى ما تقبلش فانيلات مصر فانيلتك تدخل انديه مصر المختلفه. ليه؟ لان انت اللي محدد المعيار ده، ولما يبقى في تصرف من مسؤول امني او مسؤول موظف في النادي الاسماعيلي لا اتعامل مع لا كان مثلا خد الطفل يعني لا. وانا اللي عاجبني بقى ان خالد بيبو راح قال لك ايه اتصل بالولد وقال له تعالى اختبر عندنا وما اعرفش ايه وهو في النهايه الولد اتقلش لا الا موهوب لا الا مش موهوب واتقلش تاني يوم لا بجد والله طبعا أيوة اتقلش واعلن الكابتن خالد بيبو ان اللاعب ده سقط في الاختبارات. يعني هي الفكره في ايه؟ ان انت النهارده اديت موضوع كبير قوي في حين ان الراجل بيشوف شغله صحيح صحيح للاسف. طيب استاذ محمد هرجع تاني، ايه رايك في اعطاء العضويه العامله؟ انا بصراحه مش عضو عامل في اعطاء العضويه العامله للاعيبه الزمالك مش كلهم على فكره، اللعيبه المكمله اللي حابه النادي اللي عايزه تكمل وكده يعني وسئل المستشار مرتضى منصور في هذا الموضوع يعني هل انت بتديهم عضويه عامله عشان تعادلوا مع الاهلي؟ فقال لك الموضوع ليس له علاقه بالنادي الاهلي نهائيا، الموضوع له علاقه بزياده الانتماء عند اللاعب اللي بيمثل النادي، يبقى عنده شيء من الارتباط بهذا النادي. هقول لحضرتك يا خالد، هو مرتضى منصور المستشار مرتضى كانسان والله الشخصيه الثانيه اللي مستخبيه جوه دي ما انت صاحبه بقى انا صاحبه من انت شباب صغير 50 سنه بالظبط، السنه دي 50 سنه تعرفوا بعض وانت عندكم 20 سنه 19 كمان يعني 51 سنه لا والله ده في عز الشقاوه ده نعم في عز الشقاوه والله مرتضى انا عايز اقول لحضرتك من 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 هذا السن اللي هو 19 سنه كنت في كليه مع بعض من سنه اولى لحتى الان مرتضى جواه شخصية تانية مستخبية جواه، هي بس بتطلع في أوقات معينة كتير بتطلع كتير. مرتضى الطفل قلب طفل من جوه يعني أنت عارف لا يطيق. أنا مرة كلمني حد مسؤول في 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 مؤسسة خيرية كبيرة ترعى مرضى السرطان وقالوا لي عايزين المستشار مرتضى يجي يزورنا يعني كده يبكي في التليفون، قال لي ما اقدرش يا محمد اشوف طفل مريض بالسرطان يعني انا اديهم اللي هم عايزينه يعني اللي هم هو على فكره هو خايف يعني شوف لا ما بيحبش يشوف الالم ما بيحبش يشوف الالم ما بيحبش يشوف انسان موجوع احنا مره خارجين من باب النادي بتاع جامعه الدول العربيه لقينا ولد هو لسه كان خارج من العربيه فلمح ولد بيبيع بطاطا على سور امام باب النادي يعني هو المنظر ايه؟ واحد بيبيع بطاطا قدام نادي الزمالك
مش حلو. مش هو حلو كان بيبص له الاول على حته ايه انتقاد. لا الواد شكله نظيف يعني. فراح داخل عليه بالعربيه كده قال له خد انت بتشتغل ايه غير العربيه بتاع البطاطا دي. قال له انا طالب. قال له طالب فين؟ قال له في ثالثه ثانوي بس ابويا يعني ظروفنا على قد الحال وبساعده. قال له بكره تجي لي المكتب الساعه 4. والله العظيم. والله انا يعني انا كنت راكب جنبه. واخد بالك وشغله. فانا بقول له هتعمل ايه يا مرتضى؟ قال لي اشتغل في النادي. اشتغل في النادي وياخد مرتب وبدل وقفته ده هيبقى طالب جامعي وممكن يبقى من شباب مصر اللي ليه مسؤوليه. على فكره زي ما السوشيال ميديا ليها عيوب ليها مميزات. انا فاكر بتاع الفريسكا فاكر وبتاع التين الشوكي. الشوكي والفريسكا واللي دخل جامعه اسكندريه الطب جامعه اسكندريه حاجه بسم الله ما شاء الله. فمرتضى جواه انسان بيظهر بقى في اوقات ايه الابوه. انت لما تمشي في نادي الزمالك طبعا انا معايا طبعا اساتذه النقاد الكبار ايهاب وعمر بيشوفوا المنظر وحضرتك في النادي. شوف الاطفال قد ايه اللي بتجري ورا مرتضى. هما لسه كان في قريب يوم الماتش واربع سنين وخمس سنين ويقف يشدوا من الجاكيت كده يقول له يا مرتضى واخد بالك زي الهمم دي عيال عندهم 8 9 سنين يقول له يا مرتضى يا مرتضى اتصور معاك. زي الهمم دي قصه ثانيه اللي هو في النادي انا شفته والله. وبعدين عامل لهم البتاع اللي هم بيلعبوا فيه البلاي ستيشن ببلاش واخد بالك. فهو الابوه اللي جواه مخليه كمان بيبص لابن الشهيد نظره ثانيه خالص. ابن الشهيد قصه ثانيه. خد بالك كمان تعامله مع احفاده ولاد احمد مرتضى وامير واي طفل واي طفل ابن شهيد ابن مصاب في حرب. لا مرتضى الانسانيه عاليه جدا. فانا يعني بحيي وبسمن قوي حركه اعطاء اللعيبه كلها العضويه كنوع من الانتماء لهذا النادي. تمام نطلع لفاصل نرجع نكمل حوارنا مع اساتذتنا الكبار. اساتذتنا الكبار ولا خلينا الاساتذه الكبار اخواتك. لا لا اساتذه في النقد الرياضي. لا 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 ازاي. نروح لفاصل نرجع نكمل حوارنا يلا بينا. ورجعنا لكم مره اخرى مع ضيوفي الكبار استاذ محمد رجب والاستاذ ايهاب الفولي والاستاذ عمر الايوبي. استاذ عمر يعني خلال اسبوع 10 ايام كده احنا بننتظر فلوس للنادي منها طبعا 4 مليون دولار فلوس مصطفى محمد اللي هم لابد ان تدفع قبل نهايه هذا الشهر. احنا بنتكلم في 8 9 ايام ان شاء الله. بجانب ايضا انه يقال ان هناك انفراجه في موضوع كهرباء ان خلاص طول ما الشهور عماله تعدي الحسابه بتحسب. فاهم الدنيا رايحه لفين في موضوع كهرباء؟ بص يا كابتن خالد موضوع كهرباء يعني المعلومات اكيد ان في تغيرات في النادي الاهلي حصلت خلال الفتره اللي فاتت بعد رحيل موسيماني. ايوه وهو حتى النهارده بس فيديوهات فيها يعني ان هو بيتدرب في الجيم. ودي بتاكد المعلومات ان هو خلاص في استقرار في النادي الاهلي على وجود كهرباء. وده ياكد لك ان كده الاتجاه رايح ان هو هيتم سداد العقوبات على اللي هي 2 مليون دولار. الاهلي اللي هيدفع كل ده؟ عادي رجال اعمال في الاهلي زي ما يكون بقى. الزمالك مش فارق معاه الموضوع يعني. الزمالك ما يهموش ياسين منصور الاهلي كهرباء كلهم ناس. يعني طبعا استاذ ياسين منصور شخصيه محترمه اكيد وكل حاجه واكيد يعني. هو داعم للنادي الاهلي ممكن يكون جزء من المبلغ فيه اعلانات مثلا في جزء من المبلغ اللي بيتقاضاه كهرباء على مدار مثلا. تمام صح هو كده؟ كهرباء بص هو النادي الاهلي عنده مشكله في المكان ده. حلو كده مكان كهرباء. هو لما فكر يعني هي ظروف خدمته ان يعني موسيماني مشي الزمالك خلال الساعات اللي جايه دي اعتقد بياخد اجراءات ثانيه لشكوى ثانيه جديده عشان يسرع الاجراءات بخصوص تحصيل الفلوس. في نفس الوقت في المقابل اللي خلاص في خطوات خدها اللاعب في خطوات في كواليس النادي الاهلي ان هو يكون موجود ويبقى في رغبه اكيده باستمراره في استقرار من في اداره النادي الاهلي على وجوده. هو بالفعل اللعيب خلاص واضح ان هو هيكمل في النادي الاهلي. الزمالك اللي يهمه في الموضوع ان هو ياخد فلوس وده الطبيعي جدا. دي جزء مهم جدا في موضوع كهرباء. كهرباء بنسبه كبيره هيكون في سوق النادي الاهلي خلال الفتره الجايه. حتى الان وانا بكلمك لان برضه احنا بنتكلم في لغه الكوره وارد كل شيء يحصل. وارد ان النادي الاهلي بيبحث عن مدير فني ممكن يجيب مدير فني جديد بالريستر بتاع اي لعيب ممكن ما يوافقش عليه مثلا. لكن اكيد ان انت خلال يعني الايام القليله اللي جايه موضوع كهرباء هيتم حاسبه بالنسبه لنادي الزمالك اللي هو فلوس النادي يعني فلوس النادي. الزمالك حاليا في انتعاشه كبيره جدا موضوع اللي هي الفلوس اللي هي احدى البنوك ديت فلوس اللي هي مصطفى محمد فلوس العضويات
خلاص يعني انت عارف شهر 6 تقريبا بيبقى تحصيل بدأ تحصيل الاشتراكات بالفعل الناس فعلا فيها اقبال كبير على تجديد الاشتراكات خاصه قبل موضوع الغرامه طبعا اللي بتكون موجوده لغايه يوم 30 اعتقد الاشتراكات دي بتعدي ال 100 مليون تقريبا رقم كبير بالاضافه ان انت في ادوات يعني بتتعمل في نادي الزمالك دي كلها من ضمن موارد ودي اقول حاجه دي الميزه اللي موجوده في الزمالك غير الانديه الثانيه يعني الزمالك يعني دي جزء من ضمن الحاجات المهمه فيه اللي انت بتعرف تجيب موارد لو عندك محلات حوالين النادي وكده ودي ده موارد ثابته انت عندك بقول لك حاجه اللي ميز الزمالك حاليا دلوقتي اقول حاجه يعني حتى الدكتور اشرف صبحي يقول لك الزمالك النادي الوحيد اللي مريحنا حاليا تمام لانه بيجيب موارد بيعرف يصرف على نفسه ودي الحاجه دي اللي عامله مشاكل لكل فرق الدوري تمام حتى كل الالعاب تمام استاذ ايهاب موضوع شيكابالا انا مش عارف يعني كان زمان يقول لك ايه شيكابالا راح غنى مع الجمهور فتطاول فاحنا لابد من رد فعل لازم اللعيب مثلا ما اعرفش ايه شيكابالا ما عملش حاجه خالص الماتش اللي فات خالص وكل حاجه حلوه وبرده مجرد انه قلع الفانيلا فرحان بالهدف ازاي تقلع الفانيلا وازاي تجيب فينا جون يعني تحس كده ان الموضوع برده فيه تطاول على شيكابالا واحنا شفنا كمان المشجع اللي عايش في الكويت ده اللي اتخذ ضده قرارات يعني قانونية يعني هو الأستاذ مرتضى النهاردة طلع عمل مقابلة مع شيكابالا في نادي الزمالك وصورها فيديو وقال له إن حقك هيجي وأنا كنت موجود مع الأستاذ مرتضى النهاردة في نادي الزمالك وقال لي إن هو خد كل الإجراءات القانونية حيال الشخص دوت وخد بالك الشخص ده مش أول مرة يتطاول فيها على لعيبة نادي الزمالك سبق ليه التطاول يعني السنه اللي قبل اللي فاتت ايام وجود نادي بيراميدز تطاول على نادي الزمالك ساعتها وعلى نادي بعد كده طلع وعمل فيديو اعتذر فيه وشبه قال انا يا جماعه بيتي بيتخرب في وشغلي هيمشوني وبتاع فطبعا هو اللي بيتصرف تصرفات اللي فيها حماقه ديت هو اللي بيتصرفها ولو في ضرر عليه هو اللي بيتسبب فيه وساعتها للاسف المسؤولين في نادي الاهلي تضمنوا معاه وحاولوا ان هم يعني يحلوا له الموضوع بشكل ودي رجع تاني يتطاول ويغلط ويسيء فعلا يعني المره الاولانيه ما تقدم باعتذار وانه عشان ما يرجعش من الكويت كان في حد تدخل طبعا يعني هو ايه وتصور وعمل الفيديو انا فاهم بعد كده هم راحوا مكلمينه كلهم ساعتها عدد كبير من اعضاء مجلس اداره نادي الاهلي اتكلموا معاه ساعتها واهدى وقعدوا ليه هو تقريبا مش عارف اسمه حنبولي ولا اسم كده غريب فقالوا له اهدى شويه واحنا هنحل الموضوع وتعاملوا معاه من نوع من اللي هو قال يعني عنده 8 سنين وبيغلط فاحنا بنطبطب عليه فالتصرفات بتاعته بدات يعني بدا يتصرف تصرفات فيها حماقه مع شيكابالا لا انا شفته في الامارات لما طلع في تسليم ومصورين هو معتاد لا وعلى فكره تطول عليا شخصيا هو اتريق عليا هو معتاد الاجرام يعني دي هو بيرتكب جرائم فهو معتاد الاجرام متعود على المجرم بطبعه فبتصرف تصرفات مجرمه وهو معتقد ان هو جميل وظريف ولطيف وللاسف ان هو بيلقى القبول عند البعض النهارده انت المفروض الرياضه دي اسمها روح رياضيه استاذ مرتضى النهارده طلع قبل المباراه باسبوع كامل قاعد يتكلم عن السماحه والاخلاق والمبادره الرياضيه بين الجماهير والجمهورين يبقوا قاعدين جنب بعض والكلام اللي هو محدش يقدر يتكلم فيه وشفنا كلنا المباراه بدات وانتهت وما قالت اليه بالشكل اللي الناس كلها طلعت الاهلاوي والزملكاوي اشاد بكل تصرفات اللعيبه داخل الملعب وخارج الملعب انت تيجي بقى من بره تقل ادبك وتشتم تعال طب انت قاعد في والتاني ده كمان اللي عاش في قطر ده ايوه ما ايه ده يا عم ده لا ما هي بص هي هو اللي اسمه علاء صادق ده مختل علاء صادق ده مختل عقليا ارهابي خد بالك علاء لما نيجي نرجع بالذاكره علاء عبد صادق ده ولا علاء صادق شوف هو خارج من مصر ازاي هو جات له دعوه لحضور مؤتمر في الجزائر وتم توقيفه في مطار القاهره لان هو كان من المارقين اللي موجودين في ميدان التحرير كان موجود مع الاخوان المسلمين في التوقيت دوت وكان هو اللي بيكتب الشعارات بتاعته وكان هو اللي موجود على المنصه لو هو نسي يعني لما جات له دعوه يروح يحضر بطوله للجزائر والله اعلم الدعوه دي اتعملت ازاي وتم توقيفه في مطار القاهره
وهو موجود في مطار القاهره عمل بوست قاعد يشكر فيه في السلطات المصريه وفي امن الدوله وبيتعاملوني برفق كده والله. والله العظيم اول ما خرج ركب الطياره لانه ما كانش عليه اي احكام فخلاص اتفضل يا استاذ علاء. نزل مجرد ما نزل مطار الجزائر وبعدين راح على الدوحه كميه السفاله وقله الادب والغلط في الدوله المصريه وفي رموز الدوله المصريه وفي القوات المسلحه وفي وزاره الداخليه. هو شخص يعني كاره نفسه، شخص بيتصرف تصرفات هو بيسيء لنفسه ما بيسيئش. لا ده هو كمان اللا عقلاني يعني بيقول حاجات لا عقلانيه كانه عايز مشاهدات مثلا. بص هو لا عقلاني هو اضطرد يعني هو اضطرد من الاهلي برضه اضطرد نفسه هو طرد من بلده ناسي. ماشي طرد من الاهلي كمان هو طرد نفسه من بلده ماشي يعني مصر دي هو المفروض مواطن مصري. تصرفات اللي عملها علاء صادق طرد نفسه بيها بره بلده. فهو دلوقتي عامل ايه؟ بيعمل فيها ان هو حامل حمى عامل صفحه وبيلم حواليه الجمهور بيبقى منتمي النادي على حساب نادي واستقطاب يعني فهو الشخص ده يعني تصرفاته كلها تصرفات يعني تصرفات مجرمه حمقاء تليق باسم علاء صادق. تمام استاذ رجب. شوف انا يعني هبدا من حيث انتهى الاستاذ ايهاب اخويا. اسالني انا عن علاء صادق. في الاخبار انت في الاخبار الناس المؤسسه لا يعني 30 40 سنه في الاخبار. هذا الشخص اكتر واحد اشاد بالمستشار مرتضى منصور في فيديوهات موجوده صح على اليوتيوب واخد بالك. انما الانسان اللي بيكون وطنه ده لما تيجي تبحث في شخصيته هتلاقي هو بطبيعته انسان متحول. هو علاء متحول طبيعي. بس انا واخد عهد على نفسي بقالي فتره ان مش هجيب حاجه على لساني ربنا يحاسبني عليها، لانك ان تذكر انسان بما يكره ده اغتياب. وانا مش يعني مش عايز اخد ذنب وانا في هذا العمر. تمام. لكن انا لو حبيت اقول له يا علاء على الحاجه اللي بتوجعه مش هيطلع تاني، يعني مش هيطلع تاني. لان هو خلاص مفيش داعي مفيش داعي مفيش داعي نقفل الصفحه دي ونرجع تاني لشيكابالا. نرجع لشيكابالا. شوف يا خالد انا عندي في البيت قبل ما باجي اكتب حاجه كاتب روائي قبل ما اكون انا عارف طبعا خبر يعني طبعا. انا عندي ام كلثوم فريد عبد الحليم عبد الوهاب اغاني القديمه بستمتع دي انت مزاجك يعني مزاجك ده الشيء الفن اللي بتعشقه. صدقني انا بسمع الاول اغنيه شاديه بتاعت الرسول مدح الرسول عليه الصلاه والسلام وبعدين اسمع بقى الاغاني الجميله بتاع زمان الرومانسيه الجميله دي. تمام. ومعايا حاجه تانية بقى لما المزاج يكون عالي قوي لقطات لشيكابالا وهو بيرقص بيرقص وبيطلع ده عندي زي ام كلثوم وعبد الوهاب وفريد وعبد الحليم. مزاج 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 الفترات اللي بيلعب فيها هي كوبليهات من ام كلثوم كوبليهات من عبد الحليم كوبليهات من فريد الاطرش دي كوبليهات بتتلعب على ارض الملعب واخد بالك. وكل واحد على فكره له ذوقه. اللي عايز يحب كابتن محمود الخطيب يحبه، اللي عايز يحب شيكابالا يحبه، اللي عايز يحب يا خالد انا سامع كنت بتتكلم على الخطيب في ماتش تونس كره اللي خدها بكعبه وانا كنت في الاستاد وانا اول واحد من اتنططوا في الكره هدف جميل لان كان حارس المرمى على ما اعتقد كان عتوقه صحيح حارس كبير قوي حارس كبير جدا صحيح والكره يعني خدها رجع اتنين باكات ورا بقى هو وجون وراح كان جون عالمي جون عالمي بجون بس في النهايه ما صعدناش ما اتغلبنا اربعه هناك واخد بالك. فانا عايز اقول ايه شيكابالا انا بعذر اللي بيكرهه لانه انت عارف لما ايدك توجعك تفضل طول الليل تقول يا ايدي يا ايدي يا ايدي في ناس بتقعد تقول يا شيكابالا يا شيكابالا يا شيكابالا واخد بالك. والله يعني في ماتشات المنافس بالذات شيكابالا يا راجل موسيماني اللي كانوا طايرين بيه كان بيحب شيكابالا جدا واشاد بيه وسلم عليه ومره قال له انت النهارده ناولنا ولا ايه واخد بالك. فشيكابالا ظاهره اكبر من ان عيل صغير اللي في الكويت ده الولد ده ما بيحافظش على اكل عيشه. فانا هفكرك هنا في المكان ده ان شاء الله وهو جاي مترحل من الكويت. الكويت ما بترضاش الكلام ده خالص صحيح. خالص صحيح والمره اللي فاتت كانوا فعلا هيمشوه واخد بالك. انما انت بقى لما تيجي تشوف مين اللي بيرعاه مين السبونسر بتاعه
هي دي المشكله. بس انا مش عايز بقى يعني نستفيد مش عايزين حد يجرجرنا. نروح اخر خمس دقائق معانا، نروح لماتش بكره البنك الاهلي. نقص عددي شديد يا استاذ عمر، يعني احنا بنتكلم كمان بجانب الغيابات اللي كانت موجوده، اضيف اليها محمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني في الدفاع، وانضم سيف الجزيري وطبعا رزاق سيسي، يعني انضمام برضو مش مؤثر قوي. ممكن يكون سيف مؤثر على اساس ان سيف ممكن يكون بديل لعمر سعيد او يبدا على حساب عمر سعيد، لكن في المنطقه الدفاعيه عندنا حازم امام غايب، فتوح غايب، المسلوسي غايب، محمود علاء غايب، محمد عبد الغني غايب، يعني عندنا ابو جبل غايب، ما دي كل دول في المنطقه الدفاعيه، يعني حاجه. وبنلعب تقريبا هنلعب بناشئين ولاعيبه في اماكن مش اماكنها زي سيد نيمار. بص اقول لك حاجه، غيابات في الزمالك مع فيريرا ما تقلقش منها، لازم يكون الراجل بيعرف يستفيد من اللعيبه. بس انت بتلعب ماتش الاهلي والاهلي بيلعب بكامل نجومه وعندك اربع لعيبه في الملعب، اربع لعيبه لسه صغيرين وتؤدي وتسيطر، وكنت الافضل خلال 45 دقيقه، وكنت تقدر تكسب لغايه اخر لحظه الكره الاخيره بتاعت يوسف اسامه نبيه، اللي انا شايف ان هو مظلوم وقلت لك قبل كده وبعيدها تاني، مظلوم في وجود ابوه في الجهاز الفني. دي حقيقة. بس ابتدى ربنا كرمه في الماتش الاخير. بس هو يا حاجه هو من اسرع لعيبه في مصر، اسامه نبيه من المدربين اللي هو ليه راي وبيقاتل عليه في موضوع ابنه، ظلمه شويه يعني. هو بيقعد يقاتل على سيف، بيقاتل بيه، بيجي عند ابنه ويتحرج. ودي عامل له مشكله برضو مع الناس كلها اللي عندها مشاكل معاه، يعني عموما دي جزئيه. الجزئيه المهمه ان انت الزمالك بكره والنهارده ماتش البنك الاهلي ماتش صعب مش سهل، خاصه ان خالد جلال مدرب كويس ومعاه كريم شحات طبعا مدير رياضي، ومعاه على فكره فرقه محترمه جدا ومعاهم محمد سمير ومعاهم هو جهاز فني كله، جهاز فني كله محترم ومعاهم لعيبه كويسه منهم محمد هلال وبسيوني كريم بامبو لا فرقه عنده كويسه، عنده اسامه فيصل المعار من عندنا طبعا عندهم، هم فرقه كويسه وفرقه بتلعب كوره كويسه جدا، ناصر منسي ومحمد هلال بس الزمالك بعد اداؤه امام الاهلي واخد دفعه معنويه كبيره جدا. وبكره الزمالك اي مجموعه هتلعب والفرقه مش الموضوع مش ضلم قوي، ممكن بس الدفاع هو الوحيد اللي فيه مشكله. اعتقد حسام عبد المجيد هيكون موجود. تمام ايهاب، هل ماتش بكره مهم جدا بعد مباراه الاهلي والاداء اللي قدموه؟ انت عارف في مكان ماتشات كده بتبقى نقطه تحول، بس التاكيد عليها هي بتبقى المباراه اللي بعديها، يعني مباراه البنك الاهلي دي لازم تكون اعلى من الماتش الاهلي، ولا ايه رايك؟ بص هو طبعا حضرتك اللي انت بتقوله ده مظبوط، بس هي مباراه النادي الاهلي عملت بالنسبه لفرقه الزمالك قبله الحياه. يعني معنويا قبله الحياه. النهارده نادي الزمالك دخل المباراه بكل الغيابات اللي حضراتكم كلكم اتكلمتوا عليها، ضغوط نفسيه غير عاديه. يعني عندك الضغط النفسي بتاع ان انت لازم تكسب عشان تستمر، ولازم ما تتغلبش عشان الاهلي ما يبتديش يفرق عن نادي الزمالك الفرق اللي هو ايه ياخر بطوله الدوري. فانت عملت مباراه يعني للتاريخ. يعني لما تيجي تجيب كتاب التاريخ لازم تجيب المباراه دي كده تحطها فيه. بعيد عن بغض النظر عن اي حد يحاول يقلل من المباراه، الفكره مش في اصل في ناس يقول لك ايه الزمالك فرحان بالتعادل، لا الزمالك مش فرحان بالتعادل، الزمالك عمل ماتش عالمي، الزمالك فرحان باداء لعيبته، فرحان بالمستوى بس حزين بالنتيجه. النتيجه ما تستحق المباراه، كان لو توفيق كنا كسبنا. ما انا قلت لك الزمالك فرحان باداء لعيبته، النتيجه مش عادله، نتيجه المباراه مش عادله. نادي الزمالك يعني لو انت اتفرجت على المباراه، انا حللت الماتش وجبت الاجوان ملعوبه وحتى الفرص اللي ضاعت ملعوبه عكس الاهداف اللي جابها، الاخطاء واضحه منا. حتى كمان الفرصه الاهم بالنسبه للنادي الاهلي كانت محمد هاني بيشوط اي حاجه خبطت في واحد راحت انفراد عوض، يعني ده اللي انا جبته على الشاشه قدامي. يعني فمباراه البنك الاهلي، يعني انا كنت مع حضرتك الاسبوع اللي فات وقلت لك الزمالك فيريرا عنده ميزه ان انت ده واخد الفرقه فيها نقص عددي بسبب اللعيبه اللي رحلت ايام اللجنه اللي فاتت واللعيبه اللي بجانب وقف القيد فهو عامل ايه؟ ماشي خطوه بخطوه بيحقق لك، يعني مخلي النهارده انت الدوري يعني الدور الاول خلص ودخلت على مباراه في الدور الثاني وانت متصدر الدوري. لو جيت قلت لاي حد في بدايه الموسم كل الظروف فرقه دي. الزمالك بالظروف دي وهينافس على بطوله الدوري مش هيتصدر، هيقول لك لا انت بتتكلم بتهزر. متفائل بكره يعني؟ طبعا استاذ رجب. الماتش صعب لكن خلاص احنا متفائلين جدا بمدرب كويس، بشباب النادي كويسين جدا، بجمهورنا الراقي جدا. وحاسس ان الجمهور في ظهر اللعيبه مهما كانت النتائج، مهما كانت، وده موسم استثنائي للزمالك على فكره. صحيح صحيح.
على العموم يعني يا رب كل التوفيق بكره للنادي الزمالك امام البنك الاهلي، ماتش قوي جدا، ماتش صعب جدا. مباراه هتقام في استاد القاهره يا جماعه بكره ولا استاد المقاولين العرب؟ استاد المقاولين العرب، لانها مباراه البنك. مباراه البنك الاهلي، المفروض مباراه الزمالك. وان شاء الله باذن الله، باذن واحد احد ان شاء الله نادي الزمالك يكون قادر على الفوز وحصد الثلاث نقاط. خدوا بالكم الماتش بتاعنا الساعه 7 وماتش الاهلي الساعه 9:30 على ما اتذكر، فبعدين على طول. انت لما بتكسب بتعمل نوع من الضغط على المنافس، مهم جدا، وغزل محله برضو فريق محترم وفريق قوي. يعني كل المباريات لا تستطيع ان انت تحسم بفوز فريق على حساب فريق مهما كانت قوته ومهما كان ترتيبك في الجدول العام. دي حقيقه، معظم الفرق شبه بعض زي ما انت قلت. حقيقه صحيح استاذ محمد رجب، نورتني وشرفتني. ربنا يخليك ودايما متالق. ربنا يكرمك استاذ هابي الفوري، بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا. ربنا متشكر معاه. شكرا جزيلا استاذ عمر، شكرا لك. وبعدين تدي فرصه لهابي الفوري يتكلم بعد كده. مش عايز كل مره، ده بقاله سنتين على كده. ده سنتين بس، ده احنا 10 سنين مع بعض. كل حاجه ده انتوا بقالكم سنتين ما كنتوش معايا. نطلع طبعا، نطلع لفاصل. ايه نطلع بقى نختم الحلقه، وبكره ان شاء الله حلقه جديده من برنامج زملكاوي هاجي لكم ان شاء الله بعد مباراة الزمالك وبعد مباراة الدوري، وإن شاء الله بإذن الله يكون معكم كابتن طارق يحيى بكرة وكوكبة من النجوم التحليل إن شاء الله لمباراة الزمالك. الماتش الساعة 7، هيكونوا متواجدين معكم الساعة 6 بإذن الله. تصبحوا على خير.